الأهلي الأفضل يهزم سيراميكا كليوباترا 1-0 وتأهل لنهائي كأس السوبر المصري لملاقات فيوتشر. كابتن شريف ألف مبروك، فوز مستحق، ولكن يعني أعصابنا باظت. ما هي دي مباراة الكؤوس دي. البطولة كانت حبوس. اللي كان صح. من غير الأهلي في النهائي؟ طبعًا. البطولة كانت حبوس يا كابتن. طب الناس اللي قاعدة في المدرجات دي كلها دي بطولة لوحدها. نادي الأهلي. وبعدين خش بقى كان اللي هيقول لك أنت خدت على البرونزية و ها؟ لا يعني بس ليه ده كله؟ أنا بس هو الأهلي كان الأفضل بصراحة يا كابتن شريف. ويستحق الفوز. الأهلي أفضل في أول شوط 4-5 أجوال، كل الكباتن قالوا لك. والشوط الثاني 3 فرص. إحنا بندور على فرصة، إحنا بيجي لنا بالخمس ست فرص. مظبوط. ده غير التصويبات اللي بتيجي من على ال 18 بره، ده غير الكورة اللي ضيعها طاهر محمد طاهر قبل ما يطلع اللي هي كانت بتاعت كريم فؤاد من الأول وبعدين راحت له. دي بقى هو إحنا بنسميها عندنا في الكورة اسمها فرخة. فرخة نزلت لنا كده من السماء بنحطها في الجون على طول. يعني في حاجات كتير قوي اذا كنا احنا بنتكلم باسلوب الكره اللي هو الدارك اللي احنا بنقوله عندنا احنا في الكره، يعني في حاجات كتير قوي جميله جدا في الملعب معموله، ها في مجهود كبير قوي بيتعمل ولكن مش منظم، مش يعني سايبين، يعني فرقه سايبه لك نص الملعب كله يا كابتن ايمن. انت بالهدوء بالباص، مش لازم اباصي كتير كتير وانا تعبان، انا اقدر وانا بحالتي القويه جدا اللي بعمل فيها زياده عدديه في منطقه الخصم الناحيه الثانيه ابقى عندي الباص باص 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 اللي هو يسهل عليا حتى لما الكره تتقطع اقدر اعمل كونتر اتاك بتاعي انا اللي هو الكام باك ليه انا السليم. الراجل المذيع ما اعرفش اسمه ايه، عبده ولا عصام عبده، اسمه عصام عبده. مباراة تاريخية ومباراة مش عارف ايه، وكل واحد عايز ينال من التورتة بتاعة النجاح اللي النادي الاهلي فيه، فكل واحد عايز الحنجرة بتاعته تزيد وتطلع وتقول اركان اي الفرقة بتلعبك لو بصت عليك بصة صح بقت فرقة عالمية وبقت فرقة، وهي ما جاتش اصلا صح في الحكاية كلها، راحوا كده مرة وراحوا كده مرة كويس. فالناس دي برضو ربنا عليهم، يعني فهمتني ازاي بيرد عليهم بجول زي ده في وقت زي ده، ومش فاهم ايه حاله الاعتراض اللي هم بيعترضوا. انا برضو عايز اسال، انا مش فاهم ايه الاعتراض، هو بيعترضوا على ايه اصلا؟ بيعترضوا على ايه؟ مره وقال لك الكره دخلت الملعب واتحدفت الاوت، ماشي يا عم لو في اي حاجه الفار هيرجعها. وحتى اسلوب الاعتراض نفسه، يعني ايه اللي انتوا الولد اللي نزل قبل كده واخد انذار قبلها وبيعترض عليه لسه نازل وبيعترض على الحكم زي ما يكون هو النائب العام بتاع الماتش كله جاي يعني برضو بيعملوا حاجات مش مفهومه وحاجات احنا لما بنلعب وبنتغلب ها ما بشوفش لعيب في النادي الاهلي بيعترض ولا يتكلم ولا يعمل اي حاجه، ولينا اسلوب مهذب حتى في التعامل مع الحكام في البتاع. الراجل النهارده بيكلمه امام عاشور بيبتسموا لبعض الحكم، فاحنا مستوى تاني وفي حته تانيه، و يعني مش عيب ان انا اعمل تدوير في الفرقه، يعني كنا هنحاسب بقى بعض خدت بالك لو احنا في حته تانية النهارده كنا هنقول لا او ليه فلان ده وليه ده ما لعبش وليه ده لا وكهربا ليه ما نزلش في الاول ليه مودست، كنا هنفضل نقول حاجات كتير قوي. ولكن امام عاشور اللي انا كنت قلت عليه من اول مباراه الحقيقه لا نملك دام ما فيش حسين الشحات، لا نملك الا امام عاشور ذو الموهبه في الشوتنج في نقل الملعب من الجزء ده للجزء ده، نقل الحركه جيد للتحركات اللي بيعملها، حابب انه يلعب ولازم يدي وصغير في السن شايل الحكايه كلها. اتكلمنا عن سوليه، بيحمل سوليه ما لا طاقه له به في مسؤوليه كبيره النهارده سيمي فاينل، ف الحمد لله على كده والبطوله مستمره. ومبروك لنادي فيوتشر، مبروك لعبهم باذن الله يوم الخميس باذن الله، هتبقى مباراه قويه ومباراه كبيره برضو. صحيح. اعتقد بقى لازم نرجع للسكواد بتاعنا اللي هو بتاع البطولات، مستر كولر ده بطولة، يعني دي بطولة في ايدك بجنب البرونزية هتبتدي مشوارك في السنة دي. خلاص تسكت اي حد، ما حدش فيه حتى احنا ما حدش فينا يقدر يتكلم ولا حد فينا يقدر يروح. مبسوطين لجماهير النادي الاهلي هناك وهنا ولنفسنا، وبنشكر برضو اللعيبة وبنشكر الجهاز الفني لان الضغوط اللي عليهم في 14 يوم 5 مباريات دي قصة كبيرة جدا. صحيح. ف
ألف مبروك، ونتقابل يوم الخميس إن شاء الله ونبارك لبعض. يا رب إن شاء الله. كابتن أسامة ألف مبروك، فوز مستحق للنادي الأهلي. الحمد لله، يعني هو في مجمل الماتش الفوز مستحق، لكن ما فيش شك حصل هبوط في الأداء الشوط الثاني. سيراميكا أيمن الرمادي عمل تغيير كويس، كنا بنقول عليه الشوط الأولاني إن هو سايب نص الملعب خالص في 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 بدايه الشوط، هو حس ان نص الملعب متاخد منه، نزل محمد توني اللي هو وسط وسط الملعب ارتكاز، وطلع زلاكا رغم خطوره او يعني ان زلاكا لعيب كويس، طلعه قلل المهاجمين، وابتدى محمد ابراهيم والقندوسي يبقوا يعني بيكملوا في نص الملعب، ما بقاش عندهم القلق الكبير لان بقى في محمد عادل والتوني، وانت في المقابل ابتدى الجهد البدني اللي مبذول في الماتشات اللي فاتت والتعب يحل عليك شويه، فابتدت السيطره تبقى متبادله، يعني ابتدى سيراميكا يخش في الشوط الثاني الى حد ما، وابتدى يوصل لمرمى مصطفى شوبير وقبلها الشناوي، حتى لو مش بخطوره كبيره بس بقى ليهم تواجد في نص ملعبنا. يعني مستر كولر دخل بتغييرات، الشحات كان لازم ينزل، هو ممكن كنا احنا متخيلين حد تاني، بس هو بيرسي برضو يعني المجهود اللي عمله في الماتشات اللي فاتت ما كانش ظاهر قوي، فنزل الشحات، خالد مكان معلول، هو طبيعي احنا كنا بنقول معلول يتغير لانه الجهد اللي بذله في الماتشات اللي فاتت حتى احنا كنا فاكرينه مش هيبتدي، بس يمكن كان في امل من وجهه نظرنا ان ممكن واحد زي خالد كريم الدبيس بيلعب رجله الشمال وبيلعب ناحيه الشمال وكان ماشي كويس، ما كانش موجود. رامي ربيعة مكان ياسر إبراهيم، ده تغيير اضطراري، ثم مودست مكان طاهر آخر ربع ساعة برضو، يعني وجهات نظر، يعني احنا برضو كنا شايفين انه كهربا كان ربع ساعة يعني بيعمل خطورة وكان يقدر ينزل، لكن ايا كان الماتش الشوط الثاني شوية غير الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كانت سيطرة تامة من النادي الاهلي وضيع اربع فرص، الشوط الثاني الموضوع رايح جاي، يعني هم في واحدة حسين الشحات قبل الجون على طول شالها حلو جدا من امام اعتقد جون ابوكا، كان رايح انفراد اتزحلق وطلعها من قدامه، قدرت امام عاشور اللي هو بذل جهد كبير النهارده في اخر دقيقه كره اتحرك من ناحيه الشمال عمل بيها خطوره كبيره لغايه لما لعبها بالعرض وربنا كرم، وهو ده اللي بنقوله انه بتحتاج التوفيق احيانا، خبطت في رجل جون أرسر ودخلت المرمى، لكن في مجمل اللقاء الأهلي هو الأفضل وهو الأخطر وهو اللي فرصه أكتر وهو اللي عنده رغبة أكتر، كان بيسعى للفوز أكتر فعلا وبيسعى للفوز أكتر، ولكن مع اختلاف وتباين شوطين المباراة، لأنك أنت زي ما كابتن شريف قال كلمة الشوط الثاني أنت مش منظم، يعني الماتش متساب رايح جاي، انت مش عامل الاستحواذ والسيطره في نص الملعب في تناقل الكوره وانك تسيطر على جو رتم المباراه الشوط الثاني، فعشان كده الشوط الثاني كان رايح جاي، لكن الحمد لله قدرنا احنا بالكره دي ان ننهي اللقاء الحمد لله. وطبعا في النهايه هو فوز مستحق، وكان صعب قوي النادي الاهلي ما يلعبش على المركز الاول في 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 وسط جماهيرنا دي كلها، ويعني تعتبر اكنك بتلعب بيعتبر اكنك بتلعب في مصر، يعني صحيح. احنا الفريق الوحيد من الاربعه جماهيرنا كلها حاضره والدوافع كبيره جدا، فكان مهم جدا ان احنا نكسب اللقاء، والحمد لله في النهايه ربنا ادهولنا. يعني كابتن عادل الف مبروك، فوز صعب في توقيت صعب، بس البطوله ما كانش هيبقى ليها معنى بدون تاهل الاهلي للنهائي. اكيد طبعا، يعني الاهلي البطوله معموله او البطولات بتتعمل عشان الجمهور، واي مباراه بدون جمهور ما بتبقاش مباراه جيده. المضمون اللي هيجي لك جمهور مين؟ النادي الاهلي، ده طبيعي. لكن خلينا نتكلم على مباراه الرغم، يعني انا من وجهه نظري رغم الظروف الصعبه للاهلي فانك فزت النهارده، ورغم الإجهاد الصعب للأهلي برضه فزت، ورغم عدد المباريات الصعبة للأهلي أنت فزت، تمام؟ فلما تكسب في وقت زي ده بالطريقة اللي أنت كسبت بيها بغض النظر عن جوه الملعب، أنا مش دعوة بجوه الملعب، أنت يجي عليك أوقات أنت عايز تكسب، صح؟ أوقات صعبة عليك،
فيها كل الامور العكسيه بالنسبه لك. فرقه مريحه، مسافره قبليها، عامله معسكر اسبوع، مرتاح، بتلعب عليك مباراه وانت جاي من سفر، انت ما خدتش على النومه اللي انت نمتها كاوتيل. خلي بالك يعني دي حاجات محدش واخد باله منها. الانسان لما بيغير النومه من نومه النومه النومه النومه، خلي بالك دي بتعمل عنده ارق. رغم هذا فانت فزت بالمباراه. خلينا نتكلم على انك انت بتتكلم على السوبر المصري بره. انا مش بتكلم كده لانتمائنا للنادي الاهلي، انا بتكلم كده لانتمائنا للكره المصريه. الكره المصريه محتاجه حاجه مهمه، الكره المصريه محتاجه ان اعلان عن مباريات السوبر او نهائي السوبر المصري لازم يبقى قوي. فانت لما تيجي يا كابتن ايمن تشتغل وتكسب المباريات بالشكل ده، انت فاهم يا كابتن، لما تكسب المباريات، لما تلعب السوبر. هكمل ولا ايه؟ كابتن شريف قلب مشجع. قاعد يصور. بصور عادل وهو بيتكلم مبسوط يعني من الحوار يعني بتاعه قوي. يعني بص يا كابتن، انا سعيد جدا من حاجه، من انك انت النهائي هيبقى في جمهور للكره المصريه وليس للاهلي بس. ايوه. يعني انا لما العب المباراه الاولانيه، مع احترامي للفرقتين، ما كانش فيها الا يجي 300 واحد. انت عارف كده؟ انا عرفتهم. انت عارف؟ لا انا مش، انا مش بتكلم، مش بعيد في اي حاجه، لا لكن طبعًا انا بكلمك طبعًا على واقعيه. بتكلم على اسم النادي الاهلي. لا وبكلمك على واقعيه، انا بجيب لك من سجلات الملعب اللي كانوا فيه. الملعب طلع قال ان عدد الحضور 300. فانت لو جه النادي الاهلي ما لعبش الفاينل، انا بتكلم لمصر بقى، هيبقى 300 400 فاينل كاس سوبر، هيتنقل في كل حته، الناس كلها تعرف. ما تبقاش كويسه. صحيح. في تاريخ الكره المصريه. رغم هذا احترامي للفرق واتمنى كل الفرق تكسب، لكن انا بكلمك ان النادي الاهلي هينجح اليوم، هينجح البطوله، هيكمل نجاح البطوله. عشان احنا، انا يعني دائما اقول لك حاجه، احب الزمالك يروح يلعب معانا في الامارات، لان في برضو عنده عدد من الجمهور كافي، مش زي الانديه الاخرى. خلينا نبقى واقعيين. مثلا ممكن يكون مش عدد النادي الاهلي ومش جمهور النادي الاهلي العريق الكبير، لكن برضو جمهور نادي الزمالك عدد كويس. ينجح برضو، ينجح، بس ينجح مع النادي الاهلي. تخيل انت لما بتتفرج على مباريات اهلي وزمالك بره، بتلاقي الملعب مقفول، رغم ان الاهلي اهو بيلعب النهارده الملعب مقفول، والماتش الفاينل الملعب هيبقى مقفول. فانت سؤالك كابتن ايمن، انه هل النادي الاهلي لو مش متواجد في الفاينل هيبقى نجاح للبطوله؟ انا بقول لك لا. وانا بقول كده طبعا. يعني علشان كده انا اتمنى الفكره بتاعت السوبر جميله وكل حاجه، بس يعني بلاش نلعبها بره لو هي السوبر. تلعب بره، العب مباراه واحده، تلعبش عدد من المباريات، عشان هتلاقي في تفاوت في الجمهور، في تفاوت في رؤيه الناس للمباراه. لما تتخيل يا كابتن ايمن استاد كامل مليان، والماتش ونفس، انت بتلعب قبل نهائي هنا فيوتشر وبيراميدز، وقبل نهائي اهلي وسيراميكا، انت بتعلن على الكره المصريه. صح. تخيل هنا الجمهور قد ايه وهنا قد ايه. انا اقول لك لو انت هتعمل مباراتين سوبر زي كده، لازم يبقى الزمالك موجود فيها. الزمالك ياخد فرقه والاهلي ياخد فرقه ويلعبوا بعض في النهائي، بمعنى ان هو ده يلعب عشان اضمن جمهور. انا بتكلم للكره المصريه، مش بتكلم لحاجه اخرى. اما بالنسبه للمباراه، فانا سعيد جدا ان احنا كسبنا في ظل الظروف الصعبه اللي احنا فيها. طبعا. دي وبعدين البطولات لما بيجي نتكلم على تاريخها وبنتكلم على اعدادها، احيانا ما بنتكلمش على تفاصيلها، بنتكلم على الرقم. احنا محتاجين السنه دي نبدا باول بطوله السوبر زائد البرونزيه اللي مجننه الناس دي كمان انت واخدها. انا مش عارف ليه مجننه الناس، لان انا اصلا هتجنن. يعني
يعني انت بتعيرني ان انا بلعب في كاس العالم للانديه. يعني هو يعني انا هتجنن يعني. مش هيستاهل رد اكتر من اللي احنا قلنا. لا انا 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 بص يعني انا شخصيا والله لو فرقه مصريه راحت وخدت الثالث هفرح لها هفرح لها، بس الاول يعني ياخدوا كاس افريقيا بجد. اي فرقه في مصر انا اقول لك على حاجه، هم لو موجودين معانا في البطوله دي كانت هتبقى شكلها حلو اقوى. السوبر طبعا السوبر المصري انت بس انت بتتكلم على مين؟ اتكلم على بتكلمش على حد عن اي حد بتتكلم على الفلومينينس البرازيلي انا بتكلم على فلامينجو الابيض. لا انا فلامينجو الابيض انا بتكلم على حاجه. هم لما بتبقى احنا مش ضد حد ولا ما. انما لما بيبقى في احتفاليه كبيره وبيبقى وانت بتيجي تاخد السوبر بقى شكلك حلو قوي سنة كده. لا بس ما فيش شك، خلينا كابتن كابتن ايمن خلينا نتكلم بمنتهى العقلانية. انت لما تيجي تتكلم على الكرة المصرية طبعا انت بتحط الاهلي، لازم تحط كمان الزمالك بعدين ده طبعًا. ينجح البطولات الشكل بيبقى كويس، بيبقى فيه تحدي. انت برضو خلي بالك هو الزمالك معاقب في البطولة دي لان هو السنة اللي فاتت انا فاهم مرضيش يلعب، بس انسحة. هو مع يعني مع احترامنا للأندية في مصر كلها احنا بنتكلم على الأندية الجماهيرية، يعني أهلي زمالك إسماعيلي كان منصورة كان محلة كان مصري اتحاد الاتحاد. انا بكلمك على كل الأندية اللي هي جماهيرية ودي كرة القدم اللي طول عمر كرة القدم كرة بدون جمهور. ما صحيح كابتن يعني الدوري الانجليزي حلاوة الدوري الانجليزي في ايه يا كابتن؟ ان كل الفرق ليها جمهورها. بلا احنا كنا كده، الدوري المصري كان كده، بورسعيد كنت تلاقي جمهور، اسماعيلية تلاقي جمهور، منصورة تلاقي جمهور، محلة تلاقي جمهور، كل الحاجات دي. اتمنى ان الاندية دي ترجع لان هي الاندية دي اصل الكرة في مصر. صحيح. مش الشركات دي كلها. صحيح. رجعين لك يا كابتن بلال، ما طولناش رجعين ركس على ربع ده انا هربت انام. الف مبروك كابتن. بيتكلم كتير؟ هربت انام يا كابتن. لا 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 عنده حاجات كتير عايز يقولها ولسه. لسه صح. طب ما تكمل يا كابتن عايز. لا لا مش دلوقتي. عايز اسال سؤال، هو انت كنت بتصورنا ليه؟ انا مش بصورك، انا بصور نفسي. كان فرحان. انت مش معايا في المكسب يا كابتن عايز. احنا بياخد هو ما خد هو كان المفروض يطلع ياخد السيلفي اللي عادي، بس هو تقوم تاخد استقرب. لا بعد الماتش الجاي استقرب استقرب. لا احنا النهائيات ان شاء الله باذن الله. خلينا ننبسط ننبسط على النادي. كابتن بلال الف مبروك، فوز غالي لكن تحقق الهدف في النهايه. حقيقي فوز غالي وكان مهم بالنسبه لك يعني. طبعا بالنسبه لك مهم جدا، يعني مباراه انتقاليه بالنسبه لك ما بين الدوريات الكبيره او البطولات الكبيره للدوريات المحليه. كنتوا قلقانين انتوا في الاخر. الهبوط اضطراري لكنه مطلوب. يعني هبوط اضطراري لكنه مطلوب يا كابتن، بتهبط بالمستوى لكنك خلاص ما يعني انت هو ده في النهايه. انت بتلعب في الدوري المصري، بتلعب في كاس السوبر المباراه، وبتلعب في كاس الرابطه، ولو وان كنا اعتذرنا عنها وده شيء جيد بالنسبه لي ان احنا اعتذرنا عن كاس الرابطه. يعني كان عندك احساس ان احنا هنجيب جول قبل ركلات الترجيح؟ شوف المباراه من اولها تكاد تكون يعني مش مفهومه بالنسبه لك، لكن انت في الاول وفي الاخر بتعول على شخصيه الاهلي، بتعول على قيمه النادي الاهلي. وان كان سيراميكا دخل في المباراه يعني بدايه الشوط الثاني، يعني اخذ له ربع ساعه تلت ساعه لحد ما مستر كورر يعني ربنا وفقه وابتدى يغير. تمام، ورجعت لوضعك الطبيعي تاني، السيطره والهيمنه والفرص اللي بتجيلك وصناعه الفرص والتصويبات واللعب الطبيعي بتاعك، وده اللي نادينا بيه من اول ما بين الشوطين. قلنا التغييرات لابد ان هي تكون تغييرات مبكره جدا جدا، وهذه المباراه لا تتحمل انك انت تستنى ال 20 دقيقه اللي كان ممكن يجي فيك جول، كره جت في العارضه وقبليها كره ثانيه كانت هتبقى شبه انفراد، وكره ثالثه ياسر مطلعها، فكان في ثلاث اربع فرص محققين لسيراميكا كليوباترا من الدقيقه 45 للدقيقه كام 70، كانوا فرص حقيقيه. تمام، نتيجه لتاخر مستر كولر في التغييرات. احنا يعني احنا 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 ناشدناه اكتر من مره على فكره هنا ان هو يعني يبقى فيه سرعه في التغييرات شويه. تمام، هو ممكن يكون شايف هو افضل يعني عنده رؤيه افضل مننا بالنسبه له، لكن احنا رؤيتنا بتبقى واضحه اكتر. انا اسف مع احترامي الكامل لمستر كولر، طبعا رؤيتنا هنا اوضح لان احنا التجارب بتقول ان التاخير في التغييرات ممكن ينتج عنه مشاكل داخل الملعب.
كسبنا الحمد لله. الحمد لله تمام، وانت الافضل على فكره طول المباراه باستثناء ال 20 دقيقه اللي هم اللي احنا بنتكلم عنهم من الدقيقه 45 للدقيقه 65 تقريبا، هم دول 20 دقيقه فقط اللي كان فيه بعض من السيطره من فرقه سيراميكا كليوباترا، بيلعبك بشكل مبالغ فيه هجوميا تمام، وانت قدرت تستغل الكلام ده بشكل كويس جدا. ما تلعبش الاهلي بالطريقه دي صعب، تلعب الاهلي بالطريقه وبالشكل ده، تلعب الاهلي بالطريقه وبالشكل ده حتى وان كان الاهلي في اقل ما يعني او مجهد مثلا ما انا عايز اقول لك في 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 مش في افضل حالاته البدنيه، ولكن الاهلي عنده سيطره ميدانيه داخل الملعب صح، وعنده سبيريت عاليه جدا ممكن تتفوق في بعض الاحيان او تتغلب في بعض الاحيان على المهارات الفرديه. اما بالنسبه للكلام اللي الكباتن اتكلموه على السوبر في الامارات، انت اصلا من الاساس يا كابتن ايمن هو انت رايح الامارات ليه؟ انت رايح عشان الاهلي صح، انت لو مش الاهلي مش هتروح الامارات اساسا. تروح تعمل ايه هناك؟ مش هروح. هتعمل ايه؟ تلعب مباراه وديه مذاعه على الهواء مباشره وترجع تاني؟ لا، انت رايح الامارات عشان الاهلي موجود هناك، عشان جمهور الاهلي موجود هناك. طب لحظه بس، يعني انت مع الكابتن عادل في حته ان الاربع فرق دي مشكله بالنسبه لكاس السوبر؟ مش لا 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 مش فارقه كتير، طول ما الاهلي مش موجود كتير. طول ما الاهلي موجود هي. البطوله ليها معنى صح، ينفع تنتقل بره القاهره. ما انا بسالك انت حتى لو رحتش بين القناطر والاهلي مش موجود مش برضه بس المباراتين يتلعبوا في نفس الملعب زي النهارده يا كابتن. ما هي زي النهارده كده، نفس النهارده نفس الملعب وفي على فكره تذكره واحده، تذكره الماتشين مع بعض تذكره واحده بس 300 بس. ما انا بقول لك كابتن، هو انت اصلا يا كابتن انت اصلا مسافر الامارات عشان الاهلي موجود، انت غير كده هتلعب هنا في القاهره صح، فاهم قصدي؟ هي البطوله على بعضها هي نجحت ليه البطوله زي ما انت قلت لوجود النادي عشان الاهلي كان بيلعب في البطوله من السيزون اللي فات او اللي قبليه، وبعدين راح الزمالك معاه، وبعدين مره بيراميدز، فالبطوله ناجحه لوجود النادي الاهلي. طب الجماهيريه العظمى الكبيره، لولا الاهلي كنت هتلعب في القاهره عادي مباراه تقليديه طبيعيه بين اي فرقتين بيلعبوا على الدوري والكاس، او حتى لو عملتها من اربع مباريات برضو كانت هتبقى ايه بطوله شبه وديه ملهاش معنى وملهاش قيمه بدون النادي الاهلي. الاهلي بيرفع اسهم اي مباراه او اي بطوله بيدخل فيها صح، وضع طبيعي. حتى في افريقيا كمان انت لما بتوصلش السيمي فاينل والفاينل البطوله ما بتحسش بيها، ما بتحسش مين كسب مظبوط والله العظيم صح. ما بتعرفش يا جماعه مين هيلعب في الفاينل، ما بتعرفش مين، فاهم يعني صعب فاهم. احنا مباراه الفاينل بتاعت الدوري الافريقي دوري السوبر الافريقي وما اعرفش ايه المسمى بتاعه بعد تعديلات المسميات، انت الفاينل احنا ما شفناهوش تقريبا، شفناهوش تمام. ليه؟ لان خد بالك القاعده الجماهيريه الكبيره جدا في افريقيا وفي الوطن العربي هي النادي الاهلي، خد بالك مش عشان احنا مشجعين للاهلي تمام، لكن انت رضيت ام لم ترضى عشان الاهلي هو بطل ابطال افريقيا. التصنيف الافريقي نزل التصنيف الافريقي نزل الفرق كلها بتاعت افريقيا، الاهلي 110 بوينت بالظبط، يجي وراه الوداد 102. ما هو الاهلي رقم واحد يا كابتن، رقم واحد في البطولات في التاريخ، سان داونز 81 التاريخ بتاعك قديم جدا في افريقيا وحديث جدا في افريقيا برضو بالبطولات صح. بتاعتك انت يعني ما شاء الله عندك باع كبير جدا من البطولات الافريقيه. انت شوف وصلت السيمي فاينل كام مره اساسا، مش هكلمك بقى في المكاسب بتاعت ال11 بطوله اللي خدتهم، انت شفت وصلت السيمي فاينل كام في السنوات اللي فاتت، عدد لا باس فيه او طول حياتك عدد لا باس بيه. مفيش فرقه اعتقد ان هي حققت نص انجازات النادي الاهلي صحيح. الاهلي 110 المنافس بتاعك التقليدي 28 موضوع يعني لا مش هتكلم على منافسه. بص يا كابتن انت خرجت من اطار المنافسه خلاص في مصر، خرجت من اطار الدربيات اللي كانت بتقال زمان من 30 سنه فاتت، الامور تطورت بشكل كبير، انت النادي الاهلي تطور مع تطور الزمن، تطور مع تطور الكره الافريقيه والعالميه وحتى الكره المصريه، انت من صنعت التطور في الكره المصريه في مصر تمام بادائك وامكانياتك وبطولاتك وكل حاجه. انت لولا النادي الاهلي في اخر 20 سنه لم يكن الوجود للكره المصريه في الساحه الافريقيه على الاطلاق على الاطلاق مزبوط. من 2002 تمام الزمالك خد بطوله افريقيا، النهارده 2023 تمام، لولا النادي الاهلي ما كانش هيبقى ليك باع واي وجود صح. واي اسم او مسمى في افريقيا لولا النادي الاهلي تمام اللي بيحمل عليه فولو بقى فولو طبعا. 2006 و2008 و2010 لا كمل بقى كابتن، مش هكلمك عن المنتخبات، انا بكلمك على الانديه على اطار الانديه فاهم قصدي. فالاهلي نادي عظيم بحضوره، نادي عظيم بجمهوره، الفاينل هيبقى له ان شاء الله يوم الخميس باذن الله، هيبقى له رونقه وهتبقى جمهور النادي الاهلي موجود وهتستمتع بفاينل حلو
جمهور كبير هيملى الاستاد ان شاء الله باذن الله تعالى نكسب السوبر المصري وتبقى كمالة للتتويجات ان شاء الله بتاعه النادي الاهلي السنه دي واستكمالا لحصد البطولات باذن الله تعالى ان شاء الله. بينضم لنا الان كابتن احمد فوزي للحديث عن حراس المرمى. الف مبروك كابتن احمد. الله يبارك في حضرتك. بقى لنا كتير ما شفناكش يا ابو الحمد لله. تصدق بقى لنا ساعتين كده الحمد لله. الحمد لله طبعا على النتيجه والاداء مش وحش بس يعني الحمد لله في العموم الحمد لله على المكسب اهم حاجه كان لازم نصعد النهائي ما ينفعش نهائي السوبر يتلعب من غير النادي الاهلي ولا جماهيريا ولا 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 تنظيميا ولا السوبر هيزعل كمان ايوه بالظبط السوبر ذات نفسه هيلعب صح والله يعني المباراة إلى حد ما فيها تفوق وتألق من محمد بسام ويمكن زي ما حضرتك قلت هو راكب علينا أو محظوظ علينا فهو فعلا عمل جيم كويس جدا للأمانة. الشناوي لحد قبل ما يخرج كان هايل حتى شوبير لما نزل كان 10 على 10 بس أنا عايز أوضح حاجة يوم 4/11/23 كانت آخر ظهور لمصطفى شوبير في مباراة المقاولين بعد مباراة المقاولين كانت مباراة سيراميكا وانا كنت واقف هنا في مكاني ده قلت لحضرتك يا كابتن اتمنى ان شوبير كان يلعب المباراة دي كمان عشان خاطر لازم يكمل ولازم رجليه تبقى في الملعب اكتر مباراة واحدة او مباراتين او ثلاث مباريات مش هيفرقوا على الشناوي في تواجده في الاهلي او في منتخب مصر فكان لازم شوبير ياخد عشان لحظة زي دي اعتقد كان باين جدا من اول كوره الشناوي لعبها او هنمشي بالترتيب مع الحالات وهنشوف ان الشناوي فعلا حاسس من الاول خالص ان هو في مشكله في رجليه هو اشتكى منها في بطوله كاس العالم للانديه هو كان واضح انه قبل ما ينزل ان هي مجهده وبدليل ان هو حتى لما الدكتور نزل له وطلع قال لشوبير كمل تسخين كمل تسخين يعني هو حط برضه بيحط نفسه تحت ريسك انه او لا انا كنت اتمنى انه من اول خالص من اول واحده كان طلع يا كابتن على طول وريح دماغه وريحنا لان كده بالظبط كده هتاخد وقت اكبر في العلاج من انه كان يطلع بعد اول سبرنت انه عمل بعديه سبرنت تاني وخلاص حس انه مش قادر فدي هتبقى مشكله اكبر ونتمنى انه ما يطلعش تمزق ويكون بس شد ويا رب يطلع شد ان شاء الله ادي رقم واحد نبتدي بالحالات ونشوف الدنيا ماشيه ازاي في الدقيقه 7 و13 ثانيه وانا هربطها ليه بالشد بتاع الشناوي نبتدي في الدقيقه 7 و13 ثانيه ونشوف الكره كانت كره طوليه والشناوي طلع غطى على خط ال 18 ولكن من بدري شويه الكره اهي الشناوي طالع بدري ده دليل على انه كان لسه في الاول الكره اللي بعديها على طول انا جايبها عشان اربطها باللي بعديها اللي بعديها بقى بص هنا الشناوي طالع مش هو امكانيات الشناوي اللي في الوضع ده بيبقى في قلب الكوره بسرعته لا هو ابتدى يهدى شويه معلش هاتها لي تاني الكوره من بعيده وباينه وكل حاجه عقبال ما خد القرار بتاع الجري الطبيعي ان الشناوي يروح وياخد ويتزحلق ويبقى الكوره دي بتاعته ويريح ياسر ابراهيم انما عشان هو مش سليم 100% تفتكر من الكوره دي يا فوزي جاله الشد في دي ممكن ممكن بص يا كابتن هو الشد ما جالوش في السبرنت اللي هو بتاع الصده اللي جايه يعني في صده هيصدها اللي هي انفراد مش هي دي زلاكة. انا اعتقد بتاع زلاكة اعتقد ان الشد في الكوره دي هنا هرجع هو تاني هو طالع بقى هو طالع بس انا هرجع برضو يا كابتن ثانيه واحده ارجع في الكوره دي معلش من الاول خالص وقف لما اقول لك اقف اقف اول ما يظهر الشناوي اقف اول ما يظهر اقف لحد دلوقتي الشناوي ما ظهرش اظهر هنا بس بص بقى يا كابتن الكوره فين والشناوي خايف يطلع تاني بمعنى الشناوي ما طلعش غير خلاص بقى اللي هو ايه دي 15 مفيش امل لازم يطلع انما الطبيعي في كره زي دي الشناوي اصلا كان يبقى واقف على السكس يارده والكره ساعه ما تطلع من الراجل كان يبقى في قلبه بدري جدا 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 انما هو عشان حاسس ان عنده مشكله في رجليه وانه مش قادر يجري ابتدى ياخد القرار من متاخر خالص وفي الكره دي تحديدا حس انه خلاص مش قادر يكمل فطبعا انا بتكلم على انه الانفراد هايل بس انا بقول لحضرتك ان هو مش سليم حتى حاسس بيها في اللعبه دي لا ده انت لو معلش ارجع لي تاني وشوف لا يعني معلش ارجع لي تاني بس في الكوره عشان اوريك ده الاسبرنت بتاع الشناوي ولا مش ده الاسبرنت بتاع الشناوي امشي معايا واحده واحده بقى بالراحه بالراحه بص الشناوي حتى وهو طالع عمل تراي من بعيد الطبيعي انه يكمل جري لحد الكوره يعني هو كان حاسس بيها قبل كده بالظبط مظبوط بالظبط عشان كده زي ما بقول لحضرتك الشد اللي عند الشناوي مش من النهارده خالص لا هو قديم وكنت اتمنى طالما كده انت مريح الناس كلها ما فيش فرق بين مصطفى والشناوي الشناوي خبرات اكبر ولكن كان يدي شوبير من الاول وما نحطش الشناوي انه لا قدر الله يحصل له حاجه تقعد فتره كبيره احنا لسه عندنا نهائي ولسه هو عنده منتخب مصر, يوم 14 اعتقد اول مباراه مصر أو 15 فطبعا صحيح. مصر كلها محتاجاه كنت اتمنى ان ما يبقاش ده تغيير انما دي طبعا تصدي هائل من
الشناوي عشان نديله حقه الأمانة. هنا بقى التغيير بتاع الشناوي، أنا شايف إنه كان يطلع بعد دي على طول يا كابتن، يعني ما يستناش خلاص، هو حس بدي كان لازم يطلع دلوقتي، كان لازم يطلع دلوقتي. هو بعدها قعد 5 دقايق، والخمس دقايق دول ممكن يكلفوه وقت أكتر، يعني يزودوه في العلاج وقت أكتر لو لا قدر الله وشد. حتى هي رجليه حمراء من ورا وباين جدا ان لا قدر الله في تورم، يعني معلش ارجع الصوره دي تاني واحده واحده معايا، ارجع، لا ارجع، ارجع كمان، ارجع، تعال ارجع لي، ايوه بس من اول هنا. بص يا كابتن ثبت بقى هنا، شايف الاحمرار؟ الاحمرار في العضله ده يدل على ان العضله سخنه جدا، وان العضله حصل فيها جزء من التمزق وابتدى يحصل تورم وإديمه، حاجه اسمها إديمه. إديمه يعني ان الدم يبقى موجود بزياده في الحته دي، ده معناه ان في مشكله في العضله في الجزء ده. فكنت اتمنى ان ما يحصلش كل ده وما نوصلش للمرحله دي. نرجع للمباراه ونشوف الدقيقه 37 و50 ثانيه، وكره التصدي لمحمد بسام من تاو، اللي قلنا قبل المباراه ماشي، انا قلنا قبل المباراه بسام بيعتمد على جسمه، فوانت رايح له حط بعيد عنه، انما للاسف هنا تاو حطها في رجله، يعني في اي حته تانية ابعد شويه، اي حته او في الضيقه، لو لان التاو ما بصش على الجول، هو ما بصش. بس يا كابتن دي خبرات يا كابتن، ده راجل يعني لازم وهي جايه له يلمح الجول. لا يا كابتن لمح، لا شاف، لا شاف يا كابتن. بص حضرتك لو شفت الكوره هو بص على بسام، ايوه طب ما هو عشان بص على بسام لازم يحط في الضيقه بعيد عن رجله خالص، يعني اهو خلاص الدنيا سهله، بسام طلع له بيتحرك، انما هو حطها في رجله. هو طبعا في بدله بسام برده، بسام قفل، طلع كويس قوي، بسام عشان طلع وقفل عليه الزاويه تمام، بس لو كان لعبها بدري شويه وحته بعيده كان جنبه يعني حته بعيده فاتح برضه، حتى لو فتح في رجليه يا كابتن لو حته بعيده على الارض هتخش، او اقوى من كده يوصل، او اقوى من كده انا معاك تماما، بس ده التصرف. بس هنا طبعا الكره دي هي اللي هتيجي فيه جول. ارجع تاني معلش، معلش ارجع لي تاني، ارجع لي. بص الكره دي، وخلينا في اخر كره في المباراه، هي هي بالظبط اللي هتيجي فيه جول. هنا طلع رجليه بره وقدر يتعامل مع الكره برجليه. الجول لما جه كان ممكن يطلع رجليه، مع تغيير اتجاهها كان ممكن يطلع رجليه اليمين ويطلع الكره. بس انا بقول هنا التصرف هنا هاي، بس ما عملوش في اخر في كره الهدف، والحمد لله انه ما عملوش. دي بقى دي محدش يعني مش كتير هياخد باله ان شوبير لمس، شوبير لمس وعشان تشوف حضرتك لمس منين، فيها عاده من ورا دي مش هتبين برضو قوي، لا في واحده بقى من ورا ايده هتبقى في الكوره برضو، مش دي اللي هتبين، اللي هتبين من ورا من هنا، وهو ثبت لي بقى الكوره فوق ايده. بص يا كابتن اللمسه دي اللي خلت الكوره تيجي في العرض. تاني تاني معلش ارجع تاني، ايوه ايوه بس امشي معايا بس، لا ارجع يعني كمان سنه. مصطفى انقذ هدف حقيقي، شوبير بقى اطراف صوابعه بس طراطيف صوابعه اللي لمست دي خلت الكره تعلى شويه وتيجي في العرض، تضرب في العرض لو ما لمسش الكره جول، هدف حقيقي. الحقيقه شوبير كلنا لا انا بس يعني خلي بالك معظم المحللين معظم الناس ما شافتش الكره جت في العرض على طول، احنا فاكرين ان الكره دي جت في العرض على طول، انما الطبيعي ايه احنا تخيلناها، احنا كلنا شفناها كده. لا يا كابتن انا بقى باحساس حارس المرمى كنت متاكد انه لمس، وقعدت ادور على الاعادات لحد ما جبت دي عشان يعني عشان ااكد وباين للناس كلها ان لولا لمسه مصطفى شوبير الكره دي هدف محقق. انا عايز اسالك سؤال عن مصطفى شوبير. اتفضل يا كابتن. من اين له هذا؟ من اين هو؟ فجأة؟ لا انا مصطفى شوبير ده حاجه ثانيه خالص. لا لا مصطفى شوبير من هو عنده 12 سنه هو كده، اسال كابتن عادل عبد الرحمن عليه. منين الوجود ده والهدوء ده والرسو ده لا لا والرؤيه دي؟ بص هقول لك على حاجه، انا متابعه من الماتشات الناشئين وعامل معايا بيقف تحت في الجول بين الثلاث خشبات وحش. تمام كنا بنتكلم على الحاجات اللي بتيجي بعرضيه وحاجات كده ومش لا اتحسن فيها كتير ما شاء الله الله اكبر. يعني انا فجاه بسال كده والكباتن كلهم سالوا النهارده شوبير اتطور بشكل غير عادي، اكيد بينزل المباراه كانه امبارح كان بيلعب 5 6 ماتشات. دي بقى الحاجه الوحيده اللي عند شوبير عند مصطفى بنسبه 150% الشخصيه، الشخصيه القويه والثبات الانفعالي. صحيح دي احسن حاجه فيه، يعني انت ممكن تكلمني عليه في الكوره انما تكلمني عليه في الشخصيه، هو من احسن الشخصيات اللي حضرتك ممكن تتعامل معاها داخل الملعب وخارج الملعب. عنده ثبات حضرتك عارف بس يمكن الجمهور ما يعرفش، فاحنا ده على فكره يعتمد عليه كشخص يعني ما تخافش ما تخافش عليه خالص. النقطه دي انا عشان كده فتحت النقطه دي تمام. هو كابتن في الناحيه الشخصيه من اهم صفات الحارس انه يبقى قائد. بس انت فضلك الكره انه لمسها زاهية هو حاسس بيها، بيقول لك احساس ما هي سريعه انت حسيتها شايفها من الزاويه بس انا حسيت كحارس
فقعدت ادور لحد ما اتاكدت انها جت في ايده فعلا. جت في ايده فعلا، بس مش ملاحظ حاجه ان مصطفى شوبير ما ادالهاش، يعني ايه فضل واقف على رجله. في جوان كتير يعملوها كتير ويطير عشان يحسس الناس انه جابها. الله يرحمك يا كابتن سامي، فدي كويسه يعني. الله يرحمك يا كابتن سامي، كابتن سامي الله يرحمه. الله يرحمه كان نفس الاداء بالظبط، سبحان الله كده المدرسه يعني، السهوله البساطه ده الطبيعي يعني، ما يزودهاش. لا لا هو في الحاجات دي كان بيعمل كده، واعتقد مصطفى طلع له في الحته دي بالظبط. انا فاكر له الكره اللي هو بتاعت الفاينل بتاع افريقيا اللي مسكها من على الخط دي اللي موتتنا كلنا، اللي هي مسكها كده كان فاول واتشط في زاويته وثبات دي من الحاجات بقى من شخصيته. بس هو شخصيته، هو عنده ثبات انفعالي غير طبيعي يا كابتن بصراحه يعني، ولازم نديله حقه في الكره دي. الكره دي غيرت نتيجه المباراه، لو كان لدى هدف ده جه كنا هنتعب، لان احنا النهارده كنا في الملعب تعبانين اصلا. طبعا فعلا الجهاز الثاني فلازم اعتقد ان نديله حقه في الكره دي، لان كان غير نتيجه المباراه. الكره اللي بعديها في الدقيقه 67 تصدي هايل من بسام، وعايزين نبص على حركه رجليه كريم فؤاد. طبيعي انه يعملها، لا انا هات لي الكره من الاول معلش هنا. بص بس استنى ثواني 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 بس ارجع لي سنه، ارجع لي سنه عشان هتكلم على حاجه مهمه قوي. هنا بسام واقف كويس ماشي، امشي وقف. اول ما يحرك رجله اليمين ويحطها قدامه وقف اشتغل. ايوه بس ستوب بس. هنا بسام عمل ايه بقى يا كابتن؟ هنا بسام عمل 2-1، بمعنى عمل زي ما الشناوي بيعمل. ايوه لا بس هقول لك حاجه يا كابتن احمد. ايوه صحيح. اي حد رجع لي معلش ثواني ارجع لي هوضح حاجه برجليا وبعدين نتكلم. اي حد في الكره دي حركه رجليه اي حد في الكره دي هياخد رجله الشمال وبعدين يبتدي يحرك اليمين. صح كويس. فهيعمل ايه؟ 2 خطوتين ماشي. بسام عمل ايه يا كابتن؟ بسام خد واحده قطع بيها الاثنين عشان يقرب. ماشي. دي فرقت معاه وخلته قريب من الكوره عشان يقدر طب ممكن نجيب الصده؟ اتفضل. ماشي يا ريت نجيبها. ماشي. لا نجيبها. انا بتكلم على التحرك وبعدين نتكلم على انا معاك في التحرك. التحرك 10 20 على 10. لا خليني، لا انا مش عايز قبل الصده بالظبط. تمام. قبل الصده بالظبط تعامل كريم. لا تعامل كريم بقى لازم يحطها تشيب. برافو عليك. بس كده لازم ماشي هو أيوة طبعا. انا بتكلم على الحراسه، انا ماليش دعوه بقى انت بتتكلم على انا وبلال قلنا كده يعني. انا ماليش دعوه على ماليش دعوه بس هي ممكن تكون المسافه ضيقه. بس انا معاك المسافه ضيقه، بس هو استعجل. الراجل جاي مهاجمه والكره معديه وانت سابق كل حاجه. كنت يا اما تعمل تشيب يا اما تستناه يطلع بره اللعب وتلعبها. هو مش ناس حربه. خلي بالكم يعني. ماشي اوكي هو عشان جاي من الناحيه العكسيه كمان فهو حطها في سكته. انا هنا بتكلم على بسام وعايز اشيد بالتحرك اللي عمله ونقله رجليه اللي نقلها دي. مش اي حد ياخد باله، لان نقله رجليه دي اثرت عليه الزمن وزودت عليه المساحه اللي هو قطعها، فخلته يبقى قريب من الكوره عشان كده كان في قلب الحدث وقدر يتصدى للكوره. بس شالها كويس. هايل. شالها كويس جدا. هايله. صح. ما هو كابتن عشان ايه؟ عشان اثر الزمن. مزبوط. هتاثر الزمن خلاص انت كده وصلت للي انت عايزه. انت هتاثر الزمن يا زمن يا مساحه. فهو عمل الاثنين مع بعض. اثر الزمن على نفسه بدل ما ياخد خطوتين خطوه واحده مقصيه ضرب 2-1. ادي اخر حاجه بعد كده عشان نسيبكم تكملوا كلامكم عشان بس ناكد على حته الاوفرات. بص هنا مصطفى شوبير ده يمكن كان في مشكله بتواجهه زمان، وحضراتكم اكيد عارفين انه في الحته دي. طبعا انت كبير طبعا كابتن شريف، حد يقدر يتكلم؟ لا لسه كنت بكلمك عنها الحته دي. أيوة بالظبط. بص دي بقى هنا سهوله ويسر وطلع واستنى وعمل كل حاجه وركب. لو كان استنى اكتر من كده كان عمل مشكله لمحمد هاني. انما هنا عشان وجوده خلى اثر الدنيا ولم الدنيا كلها. في واحده خلي بالك كانت صعبه جدا الشوط الاول. تمام. لما هو نزل كويس رجله كانت كره طويله قوي وهو طلع بره ال 18 وللعبها برجليه على اساس ان هي بالظبط كده. لا احرف جون عندنا في النادي. لا احرف جون عملها كويس قوي وبعدين بيلعب بيمينه وشمال ما شاء الله. مش عايزين نحسده ما شاء الله. خلاص كفايه كده كلام على اللي هي الطويله دي. كفايه كلام على مصطفى واقف عليها والراجل ضغط عليها راح عاملها بشماله كده لياسر ابراهيم وهو واقف. اخر حاجه الهدف بقى عشان نختم احنا ونتكل على الله. نشوف الهدف مع بعض. هنا الهدف بسام كويس قوي. انا خليني نتابع مع بسام ما بصش على الكوره. بص بسام واقف فين كويس صب. ارجع سن والكوره معاه. بس قبل ما يلعب بسام كان لازم يبقى نص خطوه قدام. ليه وقفت رجله كده يا احمد؟ إيه؟ اليمين خبطت الكوره في جت في واحد يعني. اللي خلاه يغير الكوره لما غيرت اتجاهها صح في رجب نبيل خليته هو طالع على الشمال اهو. الكوره جت على يمينه وتثبت خالص. مزبوط. بس انا بقى
لو حصلت في الحارس عندنا هقول له اعمل حاجه مهمه جدا او في حته زي دي يقع الارض ومفيش حد غير كريم فؤاد انا هقطع بالعرض صح اقفل بالعرض الجون كله هتروح لكريم فؤاد همسك بايدي مزمين. هتروح في الجون هصد برجلي احنا قلنا كده كان لازم ينام صح. بالعرض بس طبعا الحمد لله كل ده الحمد لله اللي هو عمله الشوط الاولاني اللي انا جبته اخر كوره اللي راح وشالها برجله الشمال لو كان عملها كانت الكره دي ما وصلتش لي المرمى بس الحمد لله انه ما عملش الكره دي بطلها امام عاشور طبعا امام عاشور من اول امبارح عمل كل حاجه في الكوره وعدى من واحد واثنين وعمل بالعرض وربنا كافئه عشان كده صراحه طبعا ربنا كافئه عشان اللي عمله طول المباراه مش عشان صحيح. الكره دي ما انا بقول لك النهارده ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظه ويبارك فيه ان المهم حفظه. الحمد لله على النتيجه والحمد لله على وصولنا للنهائي يوم الخميس وان شاء الله نتقابل يوم الخميس على خير ونرفع مبروك كابتن احمد ومشاكرين جدا وعقبال الفاينل ان شاء الله باذن الله شكرا يا كابتن احمد الف شكر طيب كابتن شريف نتكلم بقى شفت الماتش ازاي كابتن اسامه قال لك احنا الشوط الاول ادينا اداء افضل الشوط الثاني كان متوقع كابتن اسامه قال لك المجهود كان بتاع الشوط الاول زياده عن اللزوم جرينا كتير قوي احنا مجهدين اصلا من بطوله السعوديه هيحصل فعلا هبوط لمعدلات البدنيه وده اللي حصل وخصوصا كانت ظاهره شويه في بدايه الشوط الثاني اول ثلث ساعه بص كابتن ايمن مبروك الاول طبعا انت في الحالات اللي بتبقى مجهد فيها او عندك ضغوطات او بتلعب زي ما قلنا 5 ماتشات في 14 يوم كل ده بيبقى في مساحه من التشكيل في لعيبه لازم تعوض بعض في لعيبه تشيل عن اللعيبه الاجهاد اللي بيبقى موجود في لعيبه بتبقى شغاله عندك نحل وستار يقدر يرد لك الكره ويشيل عن اي لاعب تاني الاجهاد اللي هو موجود بيه زي ما انت عملت في كهربا ما حطيتش كهربا النهارده فحطيت واحد اكتر قوه اكتر سرعه طاهر محمد طاهر واتيحت له بتاع فرصتين ثلاثه كان ممكن يجيب جول النهارده وكنا نفضل نقول ان كولر الفكر وكولر العظيم ولكن ما لم يحدث ان اللاعب ما ترجمش الرؤيه بتاعه المدرب كويس ولكن في ثوابت عندك وقواعد كده زي الماتش اللي جاي كده دول لازم يبقوا موجودين في فرقتك مين مروان عطيه ومعرفش كلمنا على ديانج احنا مش لاقيينه وخلاص ديانج مش هتبقى معاك في الرؤيه او مصاب يمكن عنده حاجه في ركبته جاز اي حاجه لا ما نعرفش موجود على الدكه موجود بس يعني مش مؤهل هو بقى هو وجهه نظر فنيه وجهه النظر الفنيه بقى عندك احمد نبيل كوكا الاثنين دول في مباراه فيها فاينل يشيلوا فيه صغار سن الاثنين صغيرين يقدروا يلموا الكوره يقدروا يريحوا الناس اللي قدامك انا الفيرو ده ما عليا ان انا ضيع ما ضيع فهمتني ازاي ترجع لي تاني اجيب جول بلاش حاجات اضيع دي عشان لا انا انت بتقولها مريحه قوي مش قصدي واحنا بنلعب عشان الكوره تبقى الكرة ما عندك 4 جوان هم ما يروحوش ابدا والكوره بتاعه طاهر واثنين الشوط الثاني والكوره بتاعه طاهر وكريم فؤاد دي مش ممكن تروح ودي تخش الاخرانيه ده يعني قصة تانية دي الكرة واللوغاريتمات بتاعت الكرة كلها فانت لازم يكون عندك ناس في الملعب اصحاب ها ايقاع الايقاع بتاعك في نص ملعبك اللي هو بيحميلك نص ملعبك وخاصة لما بتلعب مع فرقة ما عندهاش نص ملعب فده البناء المستقبلي ليك في كل المناطق اللي هتروحها اذا كنت عايز تطلع ناس على الاطراف اذا كنت عايز تدخل في العمق فيجي واحد يقول لك ايه طب فين البلاي ميكر بتاعي اللي هينظم لي الكلام اللي انت بتقوله ده كابتن شريف هقول له ما هو محمد مجدي قفشه قاعد موجود بره ولو هو الراجل شايفه انه مجهد او ما هو قفشه انت ما تعرفش عضلاته واخبارها ايه برده زي الشناوي وزي الناس كلها بيبقى في ضغوط وبتبقى في حاجات استرتشات وممكن هو يصحى من النوم يقول له انا حاسس ان رجليا مش مظبوطه ممكن الكلام ده احنا ما نعرفوش ياما حصلت فينا كلنا وفاينل افريقيا كويس ففي لعيبه بقى بتبقى موجوده معاك انت بتحميلك الفكر كله اللي انت بتبني عليه ازاي تكسب مباراه اللعيبه دي لما بتبقى موجوده في الملعب ها انت بتبقى رايح تتفرج وانت مطمن كهربا هيلعب الماتش الجاي راس حربة كويس وامام عاشور اساسي وحسين الشحات اساسي وبيرسي تاو اساسي كويس ادينا قلنا 4 يخضوا لحد دلوقتي ها 4 يخضوا هو خلي بالك ممكن فكر مستر كولر يروح للحته اللي انت بتقولها ما هو ده لا يروح للحته اللي انت بتقولها لا بعد اذنك مستر كولر يعمل اللي هو عايزه انما انا ك
كمشاهد وكناس انا بدور على النص مليار اللي موجودين في الملعب، دول نص مليار اللي انا قلتهم. احسبهم كده هتلاقيهم نص مليار. كويس؟ وبعد كده عندك مروان وكوكا ما شاء الله اللي هو يعني شغال بالورقه والقلم وبالتعليمات ومفيش فلسفه ومفيش زيادات ورؤيه وبيقدر يغير ملعب ورجل الشمال مساعده وبيعمل الباص اللي على الارض. انا براقب كل اللعيبه وبشوف ايه الامتيازات والايجابيات اللي في كل لعيب اللي تخليه موجود جوه المباراه او جوه الفرقه. لاين فرق لاين الديفنس بتاعك ياسر ابراهيم متفوق على نفسه، اصيب النهارده بقول متفوق صحيح. وده سبب الاصابه. الراجل متفاني في الاسبرنتات وفي التضحيه وبيلعب بروح ومحترم الخصم. ده بيلعب عليه ثلاثه، عبد الحفيظ زلاكا ده واحمد ياسر ريان ومحمد من لاعيبه مش اسمها لاعيبه مش بيقولوا عليها رزلة، انا ما بحبش اللفظ ده، لاعيبه قويه وسريعه. ووراهم الراجل اللي اطرد محمد ابراهيم ده والكندوسي بتاعك، دول خمسه يخضوا النهارده. انت برضو كنت بتلعب بفرقه لا ينقصها غير ان شويه جماهير يشجعوهم ويبقوا موجودين معاك في الجيم تاني تايم يعني. فدي نتكلم على ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم العادي. علي معلول واضح طبعا انه مجهد، حاول معاك الشوط الاولاني ولعب في منطقه خصم الخصم بكل قوته زي ما قلنا، كانت الفينش الاخير او اللمسه الاخيره لو فيها هدوء وتركيز كنت انت تطلع كسبان 3 4 اول شوط. صحيح. فهو ده العماد والعمود الفقري بتاع فرقه تريحك وانت بتلعب. لما هيحصل تعديل وقلت لك قبل الماتش هتدخل السوليه وتحمله مسؤوليه نص الملعب، كان لازم يبقى معاه مروان وكوكا، فاهمني؟ مش هيبقى امام عاشور اللي هو الاسترتش اللي بيعمل الهجوم على طول ومش هيقدر يرجع يدافع، هتقول سوليه ارجع انت دافع، ان سوليه لا يملك دلوقتي برضو الرايح جاي والموضوع ده وهو بيلملم نفسه يعني. انما لو سقطت له واحده شاطها او اي حاجه دي الملكه بتاعته، فالراجل كان بيراهن على حاجات معينه. انما حاله الاجهاد اللي كانت عندك الفتره اللي فاتت دي كلها والمقابلات الكبيره اللي انت عملتها توصلك للشكل بتاع تاني هاف تايم ده، ومبروك. بس اللي جاي لازم يبقى فيه المستوى الاول في التيم بتاعك تلعب بيه. هو اللي جاي ده كمان يومين، ما تتكلمش على ان شاء الله كمان ساعتين. المستوى الاول بتاعك واللعيبه اللي ما كانتش موجوده زي كهربا النهارده زي مروان عطيه دول اساسي عندك في الفرقه ومعاهم كوكا اكيد هيكون ده برضو وجهه نظر مش اكيد ولا اكيد بس خد بالك كابتن ده الاساسي يعني بتاع ديانج مش مصابين مش مصابين ما انا قلت لك ان هم قاعدين بره يا كابتن شريف وجهه نظر فنيه انا وجهه نظره هي وجهه نظر فنيه لكن هم احتياطي طالما احتياطي يبقوا سلام لا سلام طبعا مليون المية اختياراتي يعني مجننه حياتي بالنسبه لك الله صل على النبي اختيار يعني مش عايزين نغنيها يعني طيب كابتن اسامه يمكن الفترات اللي كان مستر كولر بيحاول يريح فيها بعض المباريات يعني يريح فيها ويعمل تدوير كنا بنحس احيانا خصوصا الموسم ده بهبوط الاداء بعض الشيء كويس الفتره اللي كان فيها تميز قوي بالنسبه للنادي الاهلي الفتره الاخيره في الثلاث مباريات بتوع كاس العالم اللي هو مستر كولر تقريبا بنسبه 99% ثبت فيها التيم اللي حصل النهارده ده وضع طبيعي نتيجه الاجهاد بس الكابتن شريف مثلا قال لك الماتش اللي جاي ده ماتش بطوله لازم ارجع للتشكيل اللي هو بيديني الافضليه ان انا اكون متفوق من البدايه وبيديني التميز في الاداء في نفس الوقت ممكن مستر كولر فكر بنفس الاسلوب اللي فكر بيه كابتن شريف ولا هنلاقي تدوير كتير مثلا المباراه النهائيه؟ لا مش هيبقى في تدوير كتير. اولا طبعا مبروك لفرقه فيوتشر على التاهل والواحد مبسوط لعلاء ميوب بصفه خاصه يعني ان هم وصلوا نهائي. بس ما فيش شك ان هو نهائي كده كده نهائي. بس النهائي كان مع بيراميدز مختلف عن النهائي مع فيوتشر. مظبوط. من حيث القوة من حيث حتى مش هقول في ديربي بين الأهلي وبيراميدز بس دخل طبعا الديربي الأولاني الأهلي وزمالك أي. بس في السنتين ثلاثة الأخرين بقى في ديربي بين الأهلي وبيراميدز فما كانش هيغير كتير بس برضه قربه
على خطوة واحدة انه ياخد بطولة السوبر المصري مش هيخليه غير كتير. وحتى النهاردة هو ما يعتبرش غير كتير، هو غير ثلاث تغييرات، سلية، كريم فؤاد، وطاهر. رغم تاني احنا قلنا الكلام ده كتير، وعادل وكابتن شريف لسه قايلينه، بس انا بقوله برضو تاني، برضو ديانج وقفشة بالنسبة لي مستغربة. يعني بالنسبة لي يعني ما احنا اتكلمنا فيها كتير، بس خليها هي وجهة نظر فنية بقى. ماشي خلاص ماشي، في النهاية هو مستر كولر، هو مش طبعا احنا المسؤولين، هو اللي مسؤول، هو اللي بيتحاسب، هو اللي وهو اللي النهارده كسب، هو اللي الماتش اللي فات كسب. بس انا بقول لك ناس بامكانيات ديانج وقفشة هي مستغربة انه ما بيستخدموش لانهم اساسيين. يعني يعني انت لما تيجي تحط ديانج في نص الملعب انت مش هتقول الاهلي غير، ده هو الاساسي. يعني يعني لما تيجي يلعب مثلا ديانج وكوكا وامام، او ديانج وقفشة ومروان، مش هتقول ان في تغيير، هتقول ده الفرق الاساسيه. يعني فاهم انا عايز اقول ايه؟ نفس الشيء بالنسبه لقفشة. فايا كان هو ما غيرش كتير، تلات لعيبه السولية وكريم فؤاد وطاير. اعتقد برضو الماتش اللي الجاي هيبقى كده، ممكن هيبقى تغييره واحده تغييرتين هتلاقي خط الامامي. لا انا بتكلم في الفرقه اللي هي اللي هي لعبت ثلاث ماتشات اللي فاتوا مش النهارده. بالظبط. ايوه لا أيوه. يعني مروان عطيه هتلاقيه رجع كهربا هتلاقيه رجع. ان كهربا ما شاركش خالص النهارده، فخلاص يعتبر ممكن يبدا، فيعتبر اكنه خد ست ايام عن الماتش اللي فات وما لعبش النهارده خالص. أيوه. ولسه قدامه كمان يومين وهيلعب. أيوه. فكهربا هيرجع، مروان هيرجع. فانا مع كابتن شريف انه هو هيرجع للشكل اللي هو الطبيعي، الشكل اللي هو ايه يعتبر التيم الاساسي. أيوة. في اخر ثلاث ماتشات في كاس العالم. كاس العالم فممكن يبقى تغييره. يعني احتمال يريح واحد، احتمال لا، يعني احتمال يرجع للتشكيله اللي هي ال 11 اللي لعبوا الماتش اللي فات. لا الماتش اللي فات واللي فات او هيعمل مثلا تغيير، او هيعمل تغييره واحد احتمال، لكن غالبا هيلعب بالتشكيل الاساسي لانه بقى على بعد خطوه البطولة. من بطوله صح. والبطوله دي صح. هتكبر له البرونزيه كاس العالم صح. يعني انت لا قدر الله لا هي كبيره كابتن اسامه. طبعا هي لا كبيره لا هو في حاجه ممكن لا يا كابتن هي لا هي بص يا كابتن عشان بس ما نروحش بقى في الحته الثانيه بتاعه الجماعه التانيين. طبيعي هي البرونزيه طبعا كبيره طبعا ما فيهاش كلام. لكن لما انا اخد البرونزيه و و و و و و و هتبروزها بقى هتبروزها. ايوه كده هتبروزها. طيب هو ده اللي انا بقوله مش هتكبر يعني هات استنى لا معلش هل جمهور النادي الاهلي خلينا احنا كلنا اهو كنا بنلعب هل جمهور النادي الاهلي وصل نهائي بطوله ووسط جماهيره في الامارات ولا قدر الله خسرنا البطوله فرحته بعوده الفرقه بالبرونزيه زي ما هتبقى فرحته لو خد البطوله اللي بتاعك معاه. لا مش هتحصل ان شاء الله مش هتكلم فيها يعني لا انا مش هو هم عايزين لك يعني مش لا انا ما انا فاهمك يا كابتن طبعا مش داخله دماغ مش هنتخيلها بس انا هقول لك حاجه انا هقول لك حاجه في النقطه دي هو الناس هتقول لك بطوله السوق الكاس سوري الميداليه البرونزيه في كاس العالم مع كاس السوبر ده كمان تعويض عن بطولتين ضاعوا من النادي الاهلي في بدايه الموسم. طبعا ما انا بقول لك هتبروزها هتكبرها مش بقول ان هي ان 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 يعني لا قدر الله خسرت بطوله السوبر ان البرونزيه مش محسوبه لا في تاريخك خلاص وبرونزيه العالم وليها قيمه لكن ما فيش شك مكسبك للبطوله دي هتبروز اكتر جهدك وجهد الجهاز واللعيبه وكل النادي في اسبوعين معاك طبعا تقريبا لا وهي اي بطوله النادي الاهلي بيشتغل فيها ده سيبك من البطولات انت بتبقى حاسم دوري المباراه صحيح بتفرق معاك صحيح ف الحمد لله ان احنا كسبنا المباراه النهارده وزي ما كلنا متفقين وقلناها قبل كده في الفتره الاولانيه وبنقولها دلوقتي كان هيبقى دمها تقيل قوي لو الاهلي ما وصلش نهائي وسط جماهير الاهلي كلها اللي في المدرجات دي صحيح. فالحمد لله ان احنا قدرنا نكسب اللقاء وفعلا الاهلي في خلال ال90 دقيقه هو كان الاحق حتى لو احنا بنقول انه اداؤه هبط
نسبيا في الشوط الثاني. بدايه الشوط الثاني عامه في الشوط الثاني كله. بدايه الشوط الثاني ماشي في الشوط الثاني كله غالي سامي هي وجهات نظر يا ايمن معلش الكوره وجهات نظر. اداء الاهلي الشوط الاولاني مختلف تماما عن اداؤه في الشوط الثاني، ولكن 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 في مجمل الماتش الاهلي هو الاحق وهو اللي يستاهل المكسب، وهو فعلا الحمد لله ربنا كرمه في اخر دقيقه انه يجيب جون الفوز. صحيح. فالحمد لله، وان شاء الله عقبال التتويج ان شاء الله في مباراه الخميس ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بينضم لنا الان زميل العزيز محمد الباز لتحليل بقى ارقام ماتش النهارده. مساء الخير يا محمد والف مبروك. مساء الخير يا كابتن ايمن، الف الف مبروك. مساء الخير على الكباتن. يعني انا برضه هكمل على كلام كابتن اسامه، جايبين احصائيات الشوط الاول لوحده عشان نشوف اجمالي المباراه والفرق ما بين الشوطين كانت عامله ازاي. ولكن احنا عارفين ان ده السوبر رقم 21، يعني في 20 مره اتلعبوا. الاهلي بطل 13 مره من السوبر واربع مرات وصل اربعه. مظبوط مظبوط. خسر في الفاينل، دي معناها كده احنا بنتكلم في 18 مره فاينل للنادي الاهلي من توتال، يعني يعتبر 21 لو هنعتبر المره دي النسخه بالشكل الجديد مضمومة. بالنسبة لإحصائيات الشوط الأول هنقف بس على بعض الأرقام فيها. يعني كان في أخطاء كتيرة جدا شفناها في الشوط الأول ضد سيراميكا، طبعا تسببت فيها نادي سيراميكا 11 خطأ، النادي الأهلي خطأ واحد. الركنيات كان 2 ركنية للأهلي في الشوط الأول، زيرو أو لسيراميكا. التسلل برضو الأهلي وقع في تسلل وحيد. بالنسبة بقى للتسديدات، تسديدات في الشوط الأول للنادي الأهلي 10 تسديدات، منهم 3 أون تارجت بنسبة 30%. بالنسبه للتسديدات عند السيراميكا ما فيش، هي تسديده واحده وما كانش فيها اي خطوره، ما كانتش على الثلاث خشبات. الاهداف بقى المتوقعه للاكس جي في الشوط الاول، كان المفترض ان احنا نحرز هدفين في الشوط الاول من اجمالي التسديدات والخطوره والفرص اللي اتعملت على طبعا مرمى سيراميكا. كان 7 فرص للنادي صالح النادي الاهلي مقابل فرصه وحيده لسيراميكا، وهي دي التسديده الوحيده اللي احنا شفناها. بالنسبه للاستحواذ، الاهلي خد الاستحواذ كله في الشوط الاول بنسبه 61% مقابل 39% لسيراميكا. دي بس بعض النقاط الفنيه بتظهر الاستحواذ والفرص والتسديدات للنادي الاهلي، وكل التفوق كان في الشوط الاول. لو هنفتكر بقى الارقام دي مع بعض عشان نخش على اجمالي المباراه، وهنشوف بقى الفرق يعني بالنسبه في ناحيه التسديدات او الفرص او طبعا الاستحواذ. الشوط الثاني شهد طبعا يعني استحواذ اكتر للنادي الاهلي، ولكن عدد التسديدات والفرص كانت اقل مقارنه بالشوط الاول. شفنا طبعا التغيرات اللي حصلت كانت زي ما حضراتكم قلتم بالظبط متاخره شويه، ولكن بعد ما حصلت التغيرات او الانتعاشه بدانا نشوف طبعا تحرك بشكل مختلف. يعني احنا الهدف اللي تم احرازه طبعا يعني نقدر نقول بلس 90، نفس الهدف اللي حصل في المباراه السابقه في الدوري كان برضو الهدف الفوز كان في البلس 90. يعني فدايما سيراميكا فريق متماسك. يعني لو هنستعرض احصائيات المباراه بشكل كامل هتورينا الشكل كان عامل ازاي. المباراه انتهت 1-0، انذارات طبعا 4 سيراميكا منهم كارت احمر و3 اصفر طبعا الطرد. الاخطاء بقى زادت هنا، كنا بنقول 11 في الشوط الاول بقى 26 فاول او خطا ضد سيراميكا. الاهلي 5 ركنيات، 4 للاهلي مقابل ركنيه واحده لسيراميكا. تسلل زي ما احنا 1 الشوط الثاني ما شاهدش اي وقوع في تسلل. نكمل الارقام بقى عشان نشوف التمريرات ونشوف الفرص ونشوف الاكس جي او الاهداف المتوقعه. هنا التسديدات بقى لا يعني الموضوع كبر شويه يعني مقارنه بالشوط الاول، يعني الزياده ما كانتش بشكل كبير. عم نتكلم في 19 تسديده للنادي الاهلي منهم 5 اون تارجت بنسبه 26% الدقه بتاعتهم. التسديدات عند السيراميكا 7، احنا كنا بنتكلم في الشوط الاول عندهم تسديده واحده، اما بالظبط الشوط الثاني طبعا يعني بنضاف 6 تسديدات، يعني توتال 7 تسديدات منهم واحده ايضا على الثلاث خشبات بدقه 20%. الاكس جي كان الاهلي المفترض النهارده يحرز 4 اهداف من اجمالي الفرص الخطيره اللي احنا شفناها. سيراميكا قد كان تصل الى هدف، يعني اقل من هدف في الاكس جي. الفرص 13 فرصه في اجمالي طبعا على مدار الشوطين. على مدار الشوطين ده كده بنتكلم على مدار الشوطين اجمالي المباراه. بالنسبه لسيراميكا كان عندهم 5 فرص. بقى الفرص الكبيره بقى المحققه، يعني هم 5 فرص بس زيرو منها بشكل خطير، هو الفرصه اللي شالها محمد الشناوي التصدي. اما طبعا الاهلي كان فيه 3 فرص خطيره حقيقيه كان المفروض يترجموا كاهداف، عشان كده الاكس جي كان يتخطى 3 اهداف قد يصل الى 4 اهداف.
بالنسبه للاستحواذ توتال المباراه واجمالي المباراه 61% للاهلي مقابل 39% لسيراميكا. نكمل برضو نشوف الاستحواذ بالدقائق طبعا في التاتشز وفي رجل لعبتنا وصلت ل 20 دقيقه بالنسبه للسيراميكا 13. التمريرات كالعاده يعني الاهلي متفوق في عدد التمريرات والشورت باسس والربط ما بين يعني الخطوط 428 منهم 337 تمريره صحيحه. الدقه هنا عند النادي الاهلي شويه مقارنه بالمباريات السابقه حتى في كاس العالم للانديه قلت شويه. دايما نشوف الاهلي في دقه التمريرات بتصل ل 84 و83% النهارده 79% مقابل طبعا هناك عند سيراميكا 273 تمريره منهم 191 تمريره صحيحه يعني نسبه 70% دقه. عدد التمريرات عندهم ما كانتش بشكل كبير النهارده لان ما شفناش ربط كبير ما بين لعبتهم، كانوا اعتماد في معظم المباراه على الكاونتر اتاك وما كانش بتتم بشكل مظبوط. الشورت باسس عندنا النهارده عدد قليل مقارنه بالمباريات السابقه 365 منهم 310 صحيحه يعني 85% الدقة للشورت باسس يعني ده حاجة كويسة بالنسبة للشورت باسس أو التمريرات القصيرة. عند سيراميكا 181 بس صحيحة من 232 78% الدقة بتاعته. اللونج بولز أو الكرات الطولية الطويلة النهاردة 48 الأهلي يعني لعب 48 تمريرة طويلة منهم 23 بشكل صحيح دقة 48%. بالنسبة لسيراميكا لعب 38 تمريرة طويلة أو طولية من العشرة منهم بس اللي هم بشكل صحيح دقة 26%. الكروسات او العرضيات النهارده 15 للنادي الاهلي منهم 4 يعني تنفذوا او استغلوا بشكل صحيح دقه. لسه احنا برضو دقه التمريرات سوري الكروسات العرضيات مش بالشكل الكبير 27% عند السيراميكا ما كانش في اي خطوره او اي عرضيات لعبوها النهارده. ده كده اعتقد الشكل العام بالنسبه لارقام المباراه النهارده يعني الدريبلينج والكسب الكوره خساره الكوره. احنا دايما الاهلي طبعا 103 دايما الرقم ده كبير جدا عند الاهلي في استعاده الكوره والبول ريكفري او استرجاع الكوره 88 عند سيراميكا. الدريبلينج عندنا طبعا كان شكله كبير جدا 14 منهم 9 بشكل صحيح دقه 64 عند سيراميكا 11 منهم 8 بس بشكل صحيح نسبه الدقه 73%. خسرنا الكوره 38 مره كان معظمهم في نص الملعب سيراميكا 39 مره نفس الكلام. الاعتراضات كان عندنا بقى النهارده بلوكس واعتراضات واضحه جدا معظمهم كان طبعا ياسر ابراهيم عمل شوط اول في الاعتراضات بالذات وامام عاشور برده دخل في الاعتراضات بشكل كويس جدا. امام عاشور افضل ارقام النهارده طبعا وطبعا يعتبر هو رجل المباراه. انا ما اعرفش هو يعني تم صح. اختياره اكيد صح ده المفروض المفترض بس الارقام بس احسن طبعًا. احسن ارقام النهارده احسن سكورز كانت امام عاشور واكثر مجهود واكثر جري طبعا معدلات الجري عنده عاليه جدا النهارده كل حاجه عمل ثلاث تمريرات مفتاحيه عمل فرصه صناعه فرصه محققه وحيده كانت ممكن تترجم هدف. شفنا تحركات في الملعب عندنا هيت ماب خريطه حراريه بقى بتورينا ان امام كان النهارده شعلة. عنده معدلات جري و وضغط كان بيعمله على طبعا على المدافعين سيراميكا واستخلاص للكوره والباصات اللي عملها اوتوماتيك في حتى التسديدات على المرمى كان عنده النهارده 4 اون تارجت انا شفناهم النهارده من الارقام يعني معانا. لو نستعرض بس الهيت ماب يعني شوف الكثافه عند في التحركات امام النهارده في كل مكان تقريبا في كل حته في الملعب دايس في كل حته في الملعب مظبوط يعني حتى صحيح. ناحيه اليمين كان في كثافه كده هنا بتظهر برضو تحركاته طبعا الاغلب طبعا ناحيه الشمال وطبعا كان دايما بيقطع ويخش في جوه منطقه الجزاء وكان بيسدد ده الهيت ماب. حتى النهارده حبينا ان احنا نربط الهيت ماب ديت ببعض تحركاته وتسديداته على المرمى من الحالات بعض الفيديوهات النهارده لو نقدر نستعرضها مع الشباب بسرعه هتورينا امام كان فعلا بشكل خطوره كبيره جدا بتعكس ارقامه الكبيره اللي شفناها النهارده يعني ده حتى من بدايه الشوط يعني الدقيقه 11 يعني دي على طول جبناها احنا قبلها كان في تحرك بقى الامام جايبين الصوره مع امام وتحركاته ان هو يفتح زوايا تمرير. بص يا كابتن يعني هو امام الحكم هنا لسه ورا اهوت يعني شايفينه ورا الثلاثه هو بيرجع يعني الكره هنا اتشاطت هو بدا ان هو ياخد المكان التوقع ووقف في المكان الصحيح عارف الكره هتيجي هنا التوقع كان سليم القرار هي يعني كان في الكره دي جول على فكره ما حدش اتكلم فيها الكره دي جول صحيح. لو بيرسي تاو كان مصحصح شويه وحط فيها دماغه كانت جول مظبوط. اتكلم على التوقع عند امام وهنا وتحركه يعني ده الدقيقه كانت 11 بعد كده برضو في نكمل في كذا حاله الامام النهارده بصراحه كان في حالات كتيره جدا يعني احنا بس عشان الوقت خدنا بعض الحاجات هنا شفت الضاء هنا برضو نفس الكلام يعني
معدلات جاري ودريبلينج بشكل عالي، بيقطع ويقطم ويخش ويسدد وعنده القرار الدقة برضه، ولكن شفنا كذا تسديدة كان فيها كان بشكل خطير، حتى التسديدة اللي هتيجي في الحالة اللي بعد كده علشان الوقت معانا. بص شفت يعني هو برضه نفس كلام التوقع برضه هنا، لو كان بس دقة تحت شوية كان ممكن يحرز هدف. إمام كان ممكن النهارده يحرز أكتر من هدف يعني بشكل سيء. ده كده شكل عام عن المباراة وأرقام المباراة. إن شاء الله الفاينل الخميس يعني نبارك لحضراتكم، ويكون طبعا التتويج رقم بقى ايه 14، يعني اقرب منافس لنا هو الزمالك باربع القاب فقط من السوبر. صحيح. شكرا شكرا جزيلا يا محمد. شكرا والف مبروك. الف الف مبروك. شكرا كابتن. طيب كابتن عادل، خلاص ماتش وخلص، في ايجابيات في سلبيات، عندنا الفاينل مع فيوتشر. انتوا اتكلمتوا كلمه مهمه قوي، اللي ريحوا النهارده، اللي ريحوا يعني هيبقى ليهم دور الماتش الجاي. احنا بنتكلم في كهربا ريح، انت بتتكلم في مروان عطيه ريح، انت عندك اليو ديانج مرتاح، عندك حسين الشحات ما خدش الا 30 دقيقه، قفشه عندك مريح. لا ما هو لحظه بس لما نيجي نتكلم عن قفشه، يبقى انت لو انت بتفكر انك انت تبتدي بقفشه هيبقى على حساب واحد مميز في الملعب. لا صح ليه؟ مش هتقدر تلعب الاثنين في نص الملعب. ليه؟ لا صعبه يا كابتن عادل. لا مش صعبه. لا صعبه. طب ما لا لا انا مع عادل مش صعبه. طب ما انت تقول له على حساب مين يا كابتن؟ اساله على حساب مين؟ طب ما هيقعد واحد من الاثنين، يا كوكا يا مروان عطيه. ما مروان وقفشه وامام يلعبوا عادي. طب النهارده مين اللي بدا؟ مين اللي بدا؟ سليه. مشكله سليه، بس السليه كان يعني ثابت. بالظبط كده، ثابت ما بيعملش مجهود جامد، قاعد في نص الملعب مع كوكا كابتن، واللي كان بيتحرك امام عاشور. كابتن اقول لك حاجه، النادي الاهلي بيبقى كويس قوي لما بيكتر لعيبه الكوره جوه الملعب. ماشي. بمعنى اللعيبه اللي بتعرف تمسك الكوره كويس، انت طول الوقت انت اللي بتنظم، انت الفاعل مش رد فعل. تمام. انت بتتكلم على ان انا العب مدافعين اكتر. لا مش مدافعين اكتر، يعني لا يعني انت بتتكلم انا ليه محتاج كاهلي ان اثنين يبقوا ديفندرات 100%. ما هو لا في وقت يا عادل ممكن، بس مش ماتش كل ماتش. لكن انا عايز اقول لك اني لما بيبقى في واحد يا كابتن كويس والتاني والاثنين التانيين مهاريين اكتر، بصير اكتر، بيمسكوا الكره اكتر، انت المفترض اللي بيتلعب عليك رد الفعل. خلي بالك ده ماتش بطوله، هو انت محتاج لحظه يا كابتن. اتفضل. هقول لك حاجه. اتفضل. هقول لك حاجه مهمه. هو انا دلوقتي لما اجي العب فرقه كبيره زي ريال مدريد في كاس العالم للانديه، وزي الاتحاد لما لعبونا، وزي فيرمينز لما لعبنا، وزي فرقه اليابان لما لعبتنا، كل الفرق دي قادر اقول لك لازم تعمل توازن. ليه؟ الفرق دي هيهاجموك وتهاجمهم، فمحتاج اللي يدافع ويهاجم. انا بكلمك على فيوتشر مش هيعمل كده. لا كل فرق مصر لما بتيجي تلعبك، خلينا نبقى منطقيين، بيلعبوك في ال 30 متر الاخيره. دي صح ولا لا؟ كل الفرق كده. النهارده هقول لك حاجه، النهارده احنا قلنا كلمه، يمكن الكلمه اللي احنا قلناها دي نابعه من 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 فكرنا عن الفرق بتاعت مصر وهي بتلعب الاهل. لما قلنا سيراميكا النهارده بيجازف قوي وبيلعب ناس نص ملعب كتير وبيلعب ناس مهاجمين كتير، ما هو ده المفروض اللي بيحصل. انت فاهم المفروض الفرقه تلعبك كده، لكن انت واخد على ان الفرق بيلعبوك بثلاثه ديفندر وبيلعبوك من 30 متر الاخرانيين. فانا لما يلعبوا من 30 متر الاخرانيين محتاج حد يوصلني، محتاج حد يودي لي يبصي لي الكره قدام. انت عندك مدافعين على اعلى مستوى، عندك محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم احسن اثنين سرد باكين في مصر. ياسر شكله مصاب النهارده وربنا يستر ويلحق ربنا يستر ويلحق يعني ياسر ما يطلعش بسهوله. بص يا كابتن انا بكلمك في ايه يا كابتن ايمن؟ انا بكلمك على انه النادي الاهلي عنده لاعبين يشيلوا بعض. ماشي. يعني مثلا على سبيل المثال في لعيب زي كوكا ولعيب زي السليه. لما تلعب كوكا والسليه انت هتطلب من كوكا طلب والسليه طلب تاني. تمام. يعني السليه هتطلب منه التوازن الهجومي والدفاعي. تمام. كوكا مش هتطلب منه الدفاعي. مروان عطيه و الدفاعي قفشه مثلا هتطلب من ده حاجه ومن ده حاجه. فما فيش شك او مانع ان انا الاعب ده
مع ده وده مع ده. مفيش حاجة اسمها انت قصدك تتكلم على ان امام وقفشة ما يلعبوش في الملعب. ليه؟ بالعكس يلعبوا الاتنين والاتنين ياخدوا واجبات دفاعية. مع اصل حتة اللاعب اللي نص لاعب ده انتهي. حتة الهاف باك يا كابتن ايمن اتكلم على امكانيات كل اللعيبه يا كابتن عادل. هقول لك حاجه، لا احنا اللي بنصنعها، احنا باقوالنا اللي بنصنعها. اللعيب لازم يدافع ويهاجم، اللعيب لازم يدافع ويهاجم صنع لعب نص الملعب. بالذات لعيب نص الملعب لازم يساعدك يجيب جول ولازم يساعدك انه يمنع جول. ما هو مجموعه لعيبه يا كابتن، مجموعه اللعيبه مجموعه اللعيبه اللي متواجدين معاك نسب وتناسب في وسط الملعب، مهاجمين ومدافعين، انت فاهمني؟ فانا ما عنديش مانع ان انا لاعب قفشه، وما عنديش مانع ان انا لاعب امام عاشور مع بعض، بس بياخدوا واجبات دفاعيه، ياخدوا واجبات دفاعيه كويس. ليه لا؟ هتيجي تقول لي امام ممكن يأديها وقفشه بيأديها في بعض الفترات. طب اقول لك حاجه، طب انا محتاج ليه قفشه يدافع قوي وهو بيمتلك الكره اكتر وقت ممكن؟ هو انا اللي اديهم الكوره؟ يعني ما هو النادي الاهلي احيانا بيعتمد على انه يدور الكره ويلعب كتير ويباص كتير وما يخليش الفرقه الثانيه تمسك الكره كتير، وبنعملها كتير. احنا عملناها مع الاتحاد جده على فكره، عملناها مع فلومينسي الشوط الاولاني ما خليناهمش يمسكوا الكره، ماشي، كنا مستحوذين افضل واحسن. كان عندك مين في نص الملعب؟ عندي انا، لا انا بكلمك على مبدا، انا كان عندك مين؟ كان عندك مروان عطيه، مروان كوكا وكوكا امام عاشور، مروان عطيه وكوكا وامام عاشور. لكن مين اللي لعب الكوره؟ مين اللي مسك الكوره اكتر؟ مين؟ امام عاشور. لما يبقى معاك قفشه زياده، طب اقول لك حاجه، احتياج امام لقفشه زي النهارده، هات اخر ربع ساعه في الماتش مين الاثنين اللي اتحكموا في الكوره في مع النادي الاهلي؟ حسين وامام. حسين وامام الاثنين لعيبه كوره، الاثنين بيعرفوا يمسكوا الكوره، والاثنين بيعرفوا يباصوا، والاثنين بيعرفوا يتحركوا. انا عايز اكتر الملعب. حسين الشحات بيديك قوه في انت الملعب. انت بتتكلم على وقت معين في المباراه يا كابتن عادل، ها انت بتتكلم على وقت معين في المباراه، وظروف الشوط الثاني كانت مختلفه، واخر الشوط الثاني كان مختلف عن بقيه المباراه، والفرقه اللي قدامك مجهودها البدني ابتدى يقل، ابتدت المساحات تكتر شويه، ابتدت هم كمان بيفكروا باسلوب واحد بس، يا يخطفك في هجمه مرتده لو جت. ده مين؟ انما بتكلم على سيراميكا كليوباترا النهارده، بتكلم على الفريق اللي قدامك. طب اقول لك حاجه يا كابتن، هم كانوا يوصلك لكرات الترجيح. لا، حسين ما كانش موجود الشوط الاولاني. ايوه حلو، واحنا مسكنا الكوره اكتر وماسكين الكوره كتير. ايوه تمام، الايجابيه وصلت في مسك الكوره والخطوره لما حسين نزل مع مع امام. لا وانت وصلت برضو اربع مرات فرص محققه الشوط الاول. لا بص، في فرص عن فرص، انت لو جبت الفرص بتاعت الشوط الاولاني تلاقي الكوره بتاعت اللي خبط فيها السوليه كريم وكريم فؤاد حطها فوق العرض. لا بس دي لعبه معموله، واحد جاي من نص الملعب، مش جمله زي اللي عملها مثلا امام الهدف اللي جابه ده مجهود فردي. مهاره لا مهاره عادل. الكره اللي بعديها الباص والتحرك، الباص والتحرك. بص انت هتلاعب فرقه الماتش الجاي باذن الله، خلاص يعني هتلاعبك 5-4-1. طيب ما انا بقول لك هتدافع، يبقى انت عاوز تخلي انت تدافع كتير ليه؟ ابني خدت بالك؟ ما هو ده اللي انا بقوله يا كابتن. بتاعك انت من دلوقتي وانت بتتخيل كده هتلاعب الناس اللي بتلعب 5 4 1. لا هو الكابتن ايمن نص ملعبهم بيلعبوا في ال 18 يا اسامه. الكابتن ايمن بيتكلم في ايه؟ عادل بيقوله، عادل بيقوله سليم. ليه؟ هقول لك ليه. مش معنى كده ان احنا بنقول، احنا مش معنى كده ان احنا بنقول لو لعب مثلا كوكا وامام واسمه ايه هيبقوا لما لعبوا ماتشات الاتحاد ولعبوا، لو لعب ديانجو وفلان وفلان، لكن انه ماتش زي ده يستحمل ان امام وقفشه وسطهم مثلا مروان او كوكا او ديانج اي واحد فيهم اللي بيدافعوا والاثنين التانيين يبقوا لا يستحمل. انت ما الماتش الجاي ده لازم تلعب بقوه ماشي. هجوميه بحته. لا مش ضروري تلعب بقوه لا ده لازم لا ما مش شرط، بس انا عايز اقوله بس انت عارف يا كابتن معلش الماتش زي ده يستحمل مش ما يستحملش. انت عارف يعني من ضمن الحاجات اللي حصلت النهارده وخلت امام كده انه النهارده ما كانش عنده مجهود دفاعي كبير او مهام دفاعيه. ده اللي بقى فاهم قصدي صح كده يعني انت النهارده معلش يا كابتن هو لا لا هو الوحيد اللي ممكن يعمل لك النقله دي في نص الملعب عشان مكانه يا كابتن، المكان اللي متوظف فيه. لا النهارده المكان اللي متوظف فيه النهارده متوظف 10 كابتن. ما انا هقول لك حاجه، هل ما انا بقول لك النهارده متوظف 10، هل كوكا
يقدر يعمل الشغل ده؟ لا ما يقدرش. هل السوليه بعد غياب خمس ست شهور يعمل لك الشغل؟ لا ما يقدرش. يبقى الوحيد اللي يقدر يعمل لك كده امام عاشور. ماشي، ما هو كان متوظف فكان قفشه، ما ده التوظيفه بتاعته. هو لا هو النهارده يا هو يا قفشه النهارده يلعبوا يا هو يا ده يا ده. ما انا بقول الاثنين بالفرنسيه سي تامبوسيب. بس خلاص كده. طيب تعالوا نروح نشوف هنشوف الاول بس اهلي الجزيره زميلتنا مريم سميح وبعدين نرجع تاني. بس سريعا النهارده امام مش متوظف مكان قفشه. مش متوظف. امام الشوط الاولاني كان بيلعب هاف رايت وكوكا في النص والسوليه. الشوط الثاني لعب من ناحيه ناحيه الشمال. مظبوط. لكن انا بتكلم ماتش زي فيوتشر فرقه كويسه وكل حاجه. لكن انا مع عادل ان ممكن جدا يلعب امام وقفش مع بعض وفوزتهم. طيب نروح لزميلتنا مريم سميح في اهلي الجزيره علشان وترجع لك. لا لا كابتن بلال نروح نشوف زميلتنا مريم سميح من اهلي الجزيره ونشوف فرحه اعضاء نادي اهلي الجزيره. برحب بيك طبعا يا كابتن ايمن وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كباتنا الكبار وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الف مبروك النادي الاهلي الى نهائي كاس السوبر المصري بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا. طبعا ملوك البلس 90 زي ما احنا عارفين دايما. اكيد مباراه مش سهله ابدا امام سيراميكا كليوباترا. اجهاد كبير اكيد للعيبه بعد الحصول على برونزيه كاس العالم للانديه، ولكن دايما رجال النادي الاهلي على العهد وعلى الوعد. خلينا يعني من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره يعني نشوف كده اراء الجماهير واراء اعضاء النادي الاهلي في هذه المباراه. برحب بيك طبعا في البدايه، قول لي كده شفت المباراه النهارده ازاي؟ بلس 90 يعني جول في وقت قاتل، شايف النهارده المباراه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الف مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي، وطبعا المباراه كانت صعبه بس احنا قدها والاهلي رجاله ولاعيبه رجاله وجهاز فني على اعلى مستوى. شكرا كولر، شكرا شوبير مصطفى شوبير طبعا انقذنا النهارده. سلامات طبعا لمحمد الشناوي وان شاء الله البطوله من نصيبنا باذن الله. شفت النهارده المباراه ازاي؟ تقول ايه لمصطفى شوبير يمكن نزل في الشوط الاول اخر الشوط الاول وكمل كمان بقيه المباراه، شايف اداؤه النهارده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مصطفى شوبير اثبت نفسه من اول مباراه لعبها في نهائي افريقيا قدام الوداد، وكان قدم عرض قوي جدا واثبت حضوره، واحنا واثقين فيه جدا جدا كبديل طيب وبديل ممتاز لمحمد الشناوي. وطبعا محمد الشناوي معلش اصابه، ان شاء الله ربنا يقوم بالسلامه. بس احنا كلنا بنشكر اللعيبه وبنشكر الجمهور وبنشكر مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وكل الاجهزه المعاونه، وان شاء الله باذن الله الاهلي موفق ويفوز بالكاس السوبر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. تقول ايه النهارده للاعيبه النادي الاهلي وشايف ازاي كمان المباراه اللي جايه امام مودرن فيوتشر في نهائي كاس السوبر؟ النهارده اكيد شفنا مباراه صعبه جدا، اكيد اللعيبه باين عليها الاجهاد بعض الشيء بعد برونزيه كاس العالم للانديه. تقول النهارده وشايف مين رجل المباراه؟ النهارده رجل المباراه عاشور الحقيقه، وربنا يكرمهم. دول بيسعدوا الناس كلها، دول اللعيبه اللي بتوع افريقيا وبتوع العالم كمان، احنا في كل مكان بنشجعهم. انا بدي الفوز ده لابني في هولندا، مش هنا في هولندا، عشان هو بيشوف دلوقتي الماتش. متشكرين ليهم ومتشكرين لكولر ومتشكرين للكابتن محمود الخطيب، وربنا يا رب ينصرنا على طول. متشكرين لحضرتكم. لسه طبعا مكملين ردود افعال جماهير واعضاء النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. شايف حضرتك النهارده الماتش ازاي؟ ماتش صعب، جول في بلس 90، بس ده اللي احنا متعودين عليه من رجاله النادي الاهلي. تقول ايه عن مباراه اليوم وشايف ازاي كمان اداء مصطفى شوبير بعد محل طبعا محمد الشناوي؟ والله شوبير لعيب كويس، و لا الاهلي دلوقتي تعبان، جاي من السفر وتعبان واجهاد وكده، بس الحمد لله يعني الحمد لله لعبوا كويس قوي يعني الحمد لله يعني. ومبروك على الاهلي، هياخد الكاس، هياخد الكاس ان شاء الله ان شاء الله. تقول ايه اللعيبه النهارده؟ الف مبروك للنادي الاهلي، واحنا متعودين النادي الاهلي بيجي في الوقت الضايع وفي اخر وقت وبيفرح جماهيره وبيفرح الناس بتاعته كلها. شكرا. شايف المباراه النهارده ازاي؟ تتوقع ايه في النهائي كمان امام مودرن فيوتشر؟ ان شاء الله يعني اللعيبه هتكون قد المسؤوليه، واحنا برده اللعيبه لسه تراجع من 72 ساعه ما لحقوش يريحوا، بس ده الاهلي معودنا على كده، احنا قد اي حاجه والحمد لله على الفوز النهارده والحمد لله على كل شيء، والاهلي قد اي حاجه ان شاء الله.
طبعا دي كانت يا كابتن ايمن اكيد اراء جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. زي ما انت شفت طبعا اكيد كله كان بيتكلم عن تلاحم المباريات. طبعا لعيبه النادي الاهلي خارجه من اكيد بطوله هامه جدا كاس العالم للانديه والحصول على برونزيه كاس العالم للانديه, يعني يمكن ما لحقوش اكتر من 3 ايام, ولكن النهارده كانوا على قد العهد وقد المسؤوليه زي ما احنا عارفين دايما رجال البلس 90. طبعا اكيد بشكرك كابتن ايمن, بقول لك الف مليون مبروك مره ثانيه, وان شاء الله نلتقي بقى بكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان بعد ما يحصل النادي الاهلي على كاس السوبر في نسخته الجديده. بشكرك جدا, كلمه ليك مره ثانيه. برحب بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. النادي الاهلي على بعد خطوه واحده من تحقيق لقب جديد كاس السوبر المصري في ثوبه الجديد, ومعي بقى في هذه اللحظات بعض اعضاء النادي الاهلي من فرع مدينه نصر. بداية طبعا الف مبروك الفوز في مباراه النهارده, عايز اعرف بقى راي حضرتك في المباراه. الله يبارك فيكي والف مبروك للنادي الاهلي وجمهوره. المباراة طبعا كانت مباراة صعبة, والفوز جه في الوقت بدل الضايع في الدقيقة 93. طبعا الفرقة طبعا مجهدة, ماتشات كتير وكأس عالم أندية, مبروك طبعا على البرونزية. بس احنا لسه مستنيين مهاجم, بصراحة احنا محتاجين مهاجم يليق بالنادي الأهلي. شكرا. يعني طبعا شفنا مباراه كبيره من اللاعبين, يمكن كان في اكيد اجهاد بعد كاس العالم الانديه, لعبوا 3 مباريات من العيار الثقيل, لكن كالعاده كان على قدر كبير من المسؤوليه وقدروا يحسموا المباراه. شايف مين مان اوف ذا ماتش؟ انا بصراحه اتفاجئت النهارده بمستوى الاهلي بعد البطوله الجامده جدا اللي لعبها في السعوديه واحرز المركز الثالث البرونزيه. يعني انا اتفاجئت جدا جدا النهارده بالمستوى بتاع النادي الاهلي, ما كنتش اتوقع ان اللياقه البدنيه في خلال يومين راحه بس تبقى بالمستوى ده يعني. والف الف مبروك للنادي الاهلي, وانا مبسوط جدا جدا النهارده. والنهارده امام عاشور وكل الفرقه كانت كويسه جدا, بس امام كان مميز جدا جدا يعني, والحمد لله ان احنا قدرنا نخلص الماتش النهارده رغم الاجهاد والبطوله الجامده جدا لعبها الاهلي. الف الف مبروك للنادي الاهلي طبعا. يعني يوم الخميس ان شاء الله هنواجه مودرن فيوتشر في المباراه النهائيه من كاس سوبر المصري, تحب تقول ايه للاعبين؟ لا ان شاء الله لعيبه رجاله وقدها وقدود, وان شاء الله هناخد البطوله, والبطوله اهلاويه بامر الله. المركز الثالث العالم لازم ياخد بطوله السوبر الافريقي, وان شاء الله بامر الله البطوله اهلاويه بامر الله في الجزيره بامر الله. يعني طبعا حققنا فوز النهارده الاهلي بلس 90 بخبره اكيد رجال النادي الاهلي, شايف المباراه ازاي النهارده؟ المباراه كانت جميله جدا جدا, يعني انا اتفاجئت طبعا بالمجهود اللي هم عملوه في الملعب, كانوا رجاله على قد المسؤوليه, والبطوله مش سهله خالص, فرق المصريه فرق على اعلى مستوى. اتفاجئت طبعا انا حزين جدا طبعا على اصابه الشناوي, بس ان شاء الله البطوله بتاعتنا باذن الله زي ما عملنا مجهود رائع في كاس العالم للانديه, ان شاء الله هنعمل مجهود رائع في البطوله دي, ومستنيين ان شاء الله بطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله من اللعيبه الرجاله ان شاء الله. حضرتك تحب تقول ايه للاعبين بعد مباراه النهارده, واكيد ان هم يقدروا يتخطوا سيراميكا كليوباترا ويتاهلوا لنهائي البطوله باذن الله. وطبعا الف مبروك النهارده, الماتش كان كويس, الاداء مش قد كده بس طبيعي بعد المجهود الكبير اللي عملناه في كاس العالم الانديه. باذن الله الماتش الجاي هيبقى ماتش كبير طبعا, بس الاهلي قدها باذن الله, واكيد هنكسب البطوله الجايه باذن الله ان شاء الله. شكرا. يعني يا كابتن ايمن طبعا دي كانت لقاءاتنا مع اعضاء النادي الاهلي من داخل نادي الاهلي مدينه نصر, ان شاء الله بقى النادي الاهلي يفوز في مباراه يوم الخميس امام فريق مودرن فيوتشر, ونكون بنحتفل مع حضراتكم بعد التتويج بالبطوله. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا للزميله العزيزه هنا بالقاسم. طبعا هيشرفنا الان كابتن نصر عباس خبيرنا التحكيمي المتميز, ولكن قبل ما اقدم الكابتن نصر واحييه طبعا مش عايز اقول استفزني, بس استغربت من كلام الكابتن ايمن عبد الله المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بعد المباراه, اللي قال لك المباراة لم تشهد عدالة. عدالة في ايه؟ انا مش عارف. احنا معانا كابتن نصر عباس هيقول لنا بقى بالظبط العدالة المفتقدة اللي اتكلم عليها كابتن ايمن عبد الله. مساء الخير يا كابتن نصر, منور. تحياتي لك كابتن ايمن, تحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الاهلي, تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم, كابتن اسمع عربي, كابتن علي ابو الرحمن, وكابتن احمد ريال. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي سيراميكا. ايه حكاية العدالة دي كابتن؟ شوف يا كابتن ايمن, يعني دايما بنقول للحكم, يعني هنتكلم الاول بصفه عامه على محمد معروف في المباراه, هو عمل استراتيجيه كابتن اسامه ايه؟ ان الشوط الاول يطلع باقل عدد من الانذارات,
وده مش موجود في التحكيم يا كابتن اسامه. كابتن عادل، انا كحكم ما صعبش المهم على نفسي. في حاله تستحق البطاقه كابتن شريف، بدي بطاقه. طب يعني قلنا دايما الصوره بألف كلمه كابتن عادل، ومش كلام مرسل، ولا احنا في قناه الاهلي بنقول كلام، لا احنا معانا حالات تحكيميه. لو هنتكلم على التحكيم يا كابتن شريف، لا الشوط الاولاني في بطاقه حمراء لم تشهر، ده بالتحكيم للاعب سيراميكا احمد ياسر ريان في خطأين متتاليين يا كابتن ايمن. مظبوط، خطأين ورا بعض، ولا خد انذار في الاولى ولا خد انذار في الثانيه. لو هنتكلم على التحكيم، يعني النهارده في بطاقه لم تشهر لاحمد ياسر ريان، ومعانا الحالتين هنجيبهم كابتن عادل. بشكل عام هو معروف نجح في اداره المباراه، ولكن كان عنده مشكله في العقوبات الانضباطيه كابتن عادل، اكتر من انذار كان المفروض هو يشهرهم. هو عاوز يلعب المباراه باقل عدد، وده طبعا في الحسابات ما ينفعش، لان في الاخر خالص بنوصل لنين الشوط الثاني صعبت مهمه الحكم كابتن عادل في الشوط الثاني، نتيجه ان في انذارات ما خرجتش طوال الشوط. الاعتراض بعد هدف امام عاشور، كان انا جايب الهدف كابتن خطوه بخطوه، هل في مخالفه تمت؟ ما الاعتراض على ايه؟ احنا قلنا الهدف لما بيجي الاعتراض مثلا، هل تسبق الهدف في مخالفه كابتن اسامه؟ الاعتراض على ايه؟ انا جايب بس اول حاله معانا الهدف خطوه بخطوه، ونشوف الهدف يعني صحيح ولا في مشكله. شوف هنا الحاله معانا كابتن، هنا امام عاشور النهارده هنا هنا في باص بالخطا، تروح على النادي الاهلي بيقطع، بتروح تاني لامام عاشور هيستلم. نمشي كابتن ايمن كويس، هنمشي، هل امام عاشور ارتكب مخالفه؟ هنا عدى مفيش اي مشكله خالص، ده هنا في مخالفه كمان، وهو عدى كمان عنده اصرار، عنده قوه، عنده سرعه، وعنده هدف. الهدف هنا جه سليم 100%، بيعترضوا على الراجل اللي جاب الجول بالظبط كده. فهنا انا بس انا عايز اوضح ان هنا الهدف يا كابتن شريف هدف سليم، من بدايه التحضير لنهايه تسجيل الهدف لا توجد اي مخالفه تسبق الهدف، واعتراض لاعبي سيراميكا على الهدف ما كانش اعتراض كابتن مجبور. لا والاعتراض بصوره مبالغ فيها بالظبط، تعدى الحدود. احنا بنوضح هنا يا كابتن ايمن، الراجل اللي اسمه محمد توني ده اللي لما اداله الانذار وكان لازم يطرد بعدها على طول. طيب احنا بس يا كابتن احنا هنجيب، جالهم صدمه بس ده طبيعي في الكوره، ان في اخر دقيقه طب احنا ذنبنا ايه بقى؟ فهو جالهم يعني كان احساسهم ان داخلين على ضربات جزاء. صح كابتن اسامه، انت قلت حاجه جميله جدا. هو رد الفعل الهدف في الدقيقه كام؟ 95 وهو حسب 6 دقائق. ده نتيجه الاعتراض، ولكن انا عاوز اوضح للساده المشاهدين ان هدف امام عاشور هدف لا تسبقه اي مخالفه، هدف صحيح 100%. هذا الاعتراض زي ما كابتن اسامه عرابي قال كده، نتيجه ان الهدف جاي في وقت قاتل، لا عدم انضباط منه بالظبط كده. وهنا يمكن معروف بقى يلعبوا ضربات جزاء قابل الاعتراض ببطاقه حمراء. اكيد هنا في حاجه اتقالت يا كابتن شريف، طالما بطاقه حمراء مباشره تجاوز طبعا. اكيد في حاجه اتقالت، مش انذار، لا بطاقه حمراء، يبقى في كلام اتقال طبعا. الكلام هيكتب الحكم، هيكتب الكلام ده في تريو. انا بس حبيت اوضح الخطوه بخطوه، هدف امام عاشور هدف صحيح، ولا يعني مبرر للاعتراض لاعبي سيراميكا على صحه الهدف. تعال بقى نشوف الكلام اللي حضرتك قلته لي في بدايه الحلقه، تعال واحده واحده كابتن بلال والنبي تخليك معايا عشان نشوف هل هنا في بطاقه. هنا نشوف هنا، ادي واحده دوس على الرجل، هنا في دهس فوت اون فوت، يعني يا ريت تجيب لي، ممكن يجي له شرخ فيها بالظبط. هنا ادي واحده، هنا احمد ياسر ريان، هنا مع مين؟ مش محميه، مع مين؟ هات اللايف تاني معلش من فضلك يا كابتن. مع منى هقول لك عن مفاجاه بلال، وتحكيميا احنا متفقين ان دي فيها انذار صح؟ عارف مين اللي استفاد من اللعبه ديت؟ لاعب سيراميكا. ليه؟ لو انا النهارده اديت دي في انذار يا كابتن، من حق اللاعب يتعالج داخل ميدان اللعب. بلال تاني يعني هنا لو احمد ياسر خد البطاقه الصفراء، انا من حقي يا كابتن شريف محمد عبد المنعم يتعالج داخل ميدان اللعب، ما اخرجش بره. ده النهارده اللي خرج من بره الملعب يتعالج منعم. اذا النهارده انت النهارده بهذا القرار النادي الاهلي اتاثر بوجود لاعب خارج ميدان اللعب. القانون بيقول ايه؟ لو انت كلاعب ارتكبت مخالفه الانذار ضد المنافس من حقه يتعالج داخل ميدان اللعب وما يخرجش يعالج. هنا في الحاله ديت انذار مستحق، لم تشهر البطاقه. دي اول بطاقه يا كابتن ايمن. احنا بنتكلم على طول، بنتكلم تعالى بقى وراها على طول بعدها. هنا نشوف ادي الثانيه، نتكلم في دقيقه كام؟ 21. ولا هناك خد بطاقه ولا هنا في اللعبه دي خد بطاقه احمد ياسر. نشوف الدخول، اسلوب الدخول يا كابتن هنا، ده مش التهور موجود.
هنا التهور. بص هنا كابتن كابتن بلال كان لازم هنا بلال بقى. ادي واحده سامع رابي ادي الثانيه ادي لعبتين هذه يعني يعني انا انا بس عاوز حضراتكم انتوا تبقوا معايا هنا تستحق بطاقه واللي اللعب اللي قبل كده تستحق البطاقه. ادي عندنا بطاقتين يا كابتن عادل طرد احمر طرد احمر. انا مش حسابات بقى ما اقولش ان انا الشوط الاولاني هقلل انذارات عشان اعدي بالماتش. انت كده صعبت المباراه على نفسك. انا بس ردا على ان الحكم يعني صح. تحامل لا الحكم ده بالعكس يعني يعني مش موجود الحكم تحامل على مين هنا عبد المنعم او اللاعب الاهلي هنا بينجح في لعب الكره وبالتالي هنا في لعبه على الاقل كنت اديت بطاقه صفراء في اي واحده من دول ولكن ولا هنا خد صفراء ولا هنا خد صفراء. دول حالتين احنا حابين بس ما شفناش لعيبه النادي الاهلي بتعترض زي ما اعترضت لعيبه سيراميكا. هنا نشوف هنا تميز قوي قوي لسامي هلهل حكم المساعد رقم واحد يا كابتن لعبه جميله جدا جدا. وشوف حاله من الحالات الصعبه قوي نشوف هنا تمرير من امام عاشور لورا لبيرسي. تركيز الحكم المساعد هنا يا كابتن عادل ربط كويس قوي قوي لحظه اللعب ومركز تسلل احمد هاني مغطي بالظبط. وهنا انا بقول هنا حاله من الحالات المهمه جدا. هنا بنشوف الحاله اللي جايه هنا كان في يعني مراجعه الفار وانا شايف ان هنا ما كانش فيه. بص نشوف هنا مفيش مخالفه ابدا على لاعب سيراميكا يعني يعني البعض كان بيقول ان هنا في لمسه يد او في احتكاك ولكن هنا شايف هنا هنا القرار كان لحكم المباراه هنا خلاص نجح هنا لعب ركبته محمد طاهر وبالتالي هنا مفيش مخالفه كابتن هنا ل النادي الاهلي في هذه الحاله. الحاله اللي جايه ونشوف هنا بالقياس نشوف ها نشوف يا كابتن تاني نشوف كابتن هات لي اللايف بعد اللعبه دي هقول لك قد ايه القرارات التحكيميه هنا. هات اللايف هاند بول وفاول تعالى في كام خطا يا كابتن تلاتة كل حاجه واحده واحده ونبي بقى يعني تلاتة. يعني يا ريت بس عشان نوضح يا جماعه ان ان الحكم تحامل على الاهلي تحامل على الاهلي ادي واحد ادي اتنين مش شد موجود من الشورت. انا بقول لك فين البطاقه يا كابتن ايمن؟ مفيش احنا بنتكلم بالحالات بالحالات يا كابتن عشان بس نقول للناس هذه مخالفه. نمره واحد معلش يا محمد ادي عند بول ادي واحده الثانيه ادي الثانيه الثالثه تمام الثلاثه يا كابتن. طيب انت اولا وقفت هجوم واعد يعني كان ممكن يا اسامه تعمل ايه؟ حتى يا سيدي عشان تخلي شكلك حلو خلي اللعبه تواصل. انت وقفت اللعب هجمه للنادي الاهلي بمعنى يعني كده كان في فرصه هتستلم الكارت. في فرصة اللاعب الاهلي رايح ثم انت النهارده كمان ما اديتش بطاقة صفر صح. ادي تالت حالة على اللاعب سيراميكا وهنا بنشوف هنا ادي واحد ادي اثنين وهنا الماسك اهو اهو الماسك اهو الحالة دي الحالة دي في الماسك انت كنت قطعت الفرصة تمام يا كابتن ولا مش تمام؟ والماسك دي انذار انت وقفت تمام. طب وقفت ليه؟ ادى انذار لا مش انذارات بقى ما انا بقول لك اهو طب بص الشدة دي طب انا بقول لك يا كابتن هنا انا بقول بكلم برد على كابتن يعني ناصر ده كل نقله والثانيه الثالثه فاول طيب 45 دقيقه تعالى اوريك حاجه ثانيه انا بجي لك تعالى نشوف طبعا هنا عبد المنعم طبعا يعني تقديره كويس ونجح في لعب الكره وطبعا حاله صعبه جدا ان هو ينجح في لعب الكره هنا ومفيش اي مخالفه وبالتالي هنا قرار صحيح من الحكم في ان هو هنا عبد المنعم بيوصل للكره ياسر 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 انا اسف لعب الكره خلاص يا كابتن وهنا مفيش اي مخالفه وانا بس جايب اللعبه ان مفيش فيها اي مخالفه وياسر هنا نجح في لعب الكره. تعالى اقول لك هنا بالقياس بقى بس نفسها انا عاوزك تجاوب لال الكارت بقى قارني بقى باللعبه ديت باللعبه اللي فاتت بالظبط هات لي قاعده كده هنا تم اشهار بطاقه صفراء علي معلول علي بيقول له برضو ها شوف ها ولا رايح على الجون ولا اي حاجه لا نشوف لا. بس يا كابتن انا هنا انذار علي معلول هنا خلاص هنا شد انذار هنا شاذ هو هنا اشهر بطاقه صح بس لازم كان لازم يعمل كده هنا بس ده احنا عاوزين نقول ان ايه ان دي مظبوط هي دي نفس المعيار اخت من نفس المعيار ولكن هناك كابتن عادل الصوره معانا احنا ما بنقولش كلام صح. من دماغنا هنا انذار لعلي معلول انذار مستحق ولكن كان يجب انذار لاعب سيراميكا في اللعبه اللي فاتت دي كانت اخر حاجه وحاله معانا الانذار مستحق ولكن بشكل عام هو نجح في اداره المباراه ولكن كابتن انت صعبت الماموريه على نفسك نتيجه انك انت دخلت باستراتيجيه اقلل الكروت المباراه بعد كده حصل فيها ايه؟ اخطاء كثيره عقوبات انضباطيه لم تشهر وبالتالي عدد الاهلي هدف اللي جه بيغطي على كل الاحداث ولكن بشكل عام بنقول توفيق للتحكيم تاني المصري المباراه اللي جايه مباراه مهمه جدا يا كابتن شريف مظبوط اعتقد يعني انا من وجهه نظري البنا
هيكون البنا طبعا هو حكم المباراه، توفيق طبعا البنا وطاقم التحكيم اللي جاي، يعني مباراه هتدي شكل تاني للتحكيم المصري. كابتن ايمن ومبروك للنادي الاهلي ومبروك للاستوديو التحكيم. الله يبارك فيك كابتن، شكرا جزيلا كابتن ناصر، نورتنا. طبعا الكابتن ناصر حل لنا كل الحالات اللي موجوده، يعني يمكن كمان مش كلها بس معظمها او اغلبها. لحد دلوقتي احنا مش عارفين وجه الاعتراض بالنسبه للاعيبه سيراميكا كليوباترا في الملعب، وغير وجه الاعتراض على بعض الكور يمكن وجهات نظرهم يعني تبقى مختلفة شوية، مش عارف مختلفة عن ايه بالظبط، عن ايه اللي احنا شايفينه مثلا صح وهم شايفينه غلط، ايه اللي هو شايفه الكابتن ايمن عبد الله المدير الفني لسيراميك كليوباترا صح واحنا شايفينه غلط. بالعكس احنا شفنا تقريبا معظم الحالات اخطاء على فريق سيراميك كليوباترا. يمكن الكابتن محمد معروف حكم المباراة يعني كان حنين قوي عليهم، يعني كابتن ناصر وضح لنا في اكتر من كره ان هو لا كان لازم يطلع الكارت الاصفر في اكتر من حاله. ده احنا شايفين ان النادي الاهلي هو اللي اتظلم في بعض الحالات، النادي الاهلي هو اللي اتظلم في بعض الكرات. الغريبه كمان ان اسلوب الاعتراض نفسه، اسلوب يعني تعدى الحدود، احنا شايفينه كلنا تعدى الحدود من فرقه سيراميكا كليوباترا. واللي زاد التين بله كلام الكابتن ايمن عبد الله في المؤتمر الصحفي بعد المباراه، قال لك غياب العداله وان الحكم تحمل عليه، الحكم تحمل عليه. كان المفروض في بعض القرارات اللي تبقى في صالح النادي الاهلي في وقت مبكر يعني لما يتخذ يعني فيها الكابتن محمد معروف، مش عايز اقول الحزم او انه يطلع الكارت بدري، ولكن في بعض الكرات كان لازم يطلع فيها الكارت، واللي كان هيستفيد منها النادي الاهلي، بالعكس هو اللي استفاد منها المخطئ اللي هو سيراميكا كليوباترا. كابتن بلال كنا بنتكلم في المباراه الجايه، كابتن عادل كان ليه وجهه نظر، كابتن شريف ليه وجهه نظر، كابتن اسامه ليه وجهه نظر، انت كان ليك وجهه نظر قريبه مني شويه في حتة ان اسلوب اللعب ما يتغيرش، بس ممكن يتغير الافراد بس ما تغيرش اسلوب اللعب، وحتة تواجد قفشه وامام عاشور في الملعب. يعني انا شايف الاسلوب اللي بيلعب بيه النادي الاهلي او كولر في الوقت الحالي 4-2-3-1، الفورميشن دي جيده. 4-2-3-1 يعني بتعتمد على اتنين ميدفيلدرز زي ما هو بيشتغل كده بالطريقه دي، يلعب السوليه جنب كوكا، يلعب مروان جنب كوكا، يلعب مروان جنب ديانج، ديانج جنب السوليه، اللي هم الاثنين الميدفيلدرز، واحد فيهم يبقى 6 والتاني يبقى 8، قدامهم واحد يبقى 10. النهارده كان 10 من وجهه نظري الشخصيه اللي كان بيأديها بشكل جيد هو امام عاشور واللي نجح فيها. امام ممكن يكون بيضطر في اوقات كتير، مظبوط، تمام، مره ناحيه اليمين، مره ناحيه الشمال، قليل لما بيجي في القلب، لكن له ادوار مهمه جدا في قلب الملعب، تمام، وله ادوار مهمه جدا على طرفي الملعب، وبيساعد بشكل كويس جدا الاثنين الوينجرز الموجودين قدامه، تمام. يعني هو بيعمل حاله جيده هجوميه. النهارده شفناه في ال 18 اكتر من مره بيصوب تصويبتين، واحده بالشمال واحده باليمين من فوق العارضه، عمل كام كره رائعه. يعني النهارده مجمل الماتش، تمام، هو كان افضل واحد في النادي الاهلي، تمام، هو كان المحور الرئيسي في النادي. فعشان تلعب بامام عاشور وجنبيه قفشه، اعتقد هيبقى الامر صعب جدا دفاعيا على فرقه النادي الاهلي، خد بالك ده اللي انا بتكلم دفاعيا. انا من وجهه نظري ممكن نختلف او نتفق مع الكباتن، كل واحد له راي طبعا اكيد، وبحترم كل اراء كل الكباتن، يعني هم عايزين قفشه جنب هو برضه تاني عشان بس ما تتفهمش غلط، ماشي، احنا بنقول قفشه جنب اماب في ماتشات معينه، ما قلناش مثلا مش ما بقولش مثلا قدام مانشستر سيتي، ما قلناش قدام فلومينيزي، ما قلناش قدام، احنا بنقول واحنا جايبين امام عاشور عشان يلعب يدافع ورا، مش يدافع، انا عايزه عند منطقه الجزاء يخلص. طب ودي مالها دي مالها صحيح. احنا بنتكلم لا بس عشان فضل. بس عشان نوضح وجهه نظرنا عشان الوقت بس. طيب ماشي عشان نوضح وجهه نظرنا عشان ما انت وضحتها كابتن اسامه. لا اصل انت بتفهم ان ممكن احنا قصدنا كده في كل الماتشات، لا ممكن لما تيجي تلعب بيراميدز ما تلعبش كده، ممكن لما تيجي تلعب فلومينيزي ما تلعبش كده، ممكن لما تيجي تلعب الاتحاد السعودي ما تلعبش كده، لكن لما اجي العب فيوتشر وفي الغالب هم هيلعبوا في التلت الاخير بتاعهم، عادي جدا من وجهه نظرنا ان ممكن يبقى امام جنب قفش وواحد ارتكاز بس. اتفضل يا كابتن بلال. انا وصلت لحد فين؟
لحد ان انت مش مع ان امام و لحد الصحافه قالت عارف يا كابتن كمان تعرف ليه السبب الرئيسي كمان لان انت كمان بتعتمد على الاثنين الباكين بتوعك في في الهجوم يعني انت كمان الاثنين الباكين بتوعك خلص ولا عامل ايه لا كمل اتفضل طيب. انت كمان بتعتمد على اثنين باكين بتوعك في الهجوم فيبقى اثنين باكين واثنين كمان قدامهم اثنين عشرة كمان يبقى عندك نعم هو مش راجل مش هيعمل كده الراجل مش هيعمل كده مش هيلاعبهم مع بعض مش لا مش هيلاعبهم كده اتفضل يا كابتن بلال مش هيلاعب خلاص اتفقوا يا كابتن ايمن خلاص انت انت القاضي هنا الناس اتفقت طيب اصرفهم خلاص ماشي اوكي يبقى انت معايا يا كابتن بلال ماشي يا كابتن معاك اوكي ماشي طيب كابتن شريف قبل ما نطلع الفاصل ونستقبل الناقد الرياضي محمد الديك رجل مباراة اليوم امام عاشور كابتن عادل امام كابتن اسامة لا واحد لا ما تتنهش لا ما انت بقول لك ما تتعبناش انا بس لا معلش اتفضل انا بس عاجبني بقاله كام ماتش ياسر ابراهيم لكن ما فيش شك النهارده امام عاشور هو نجم المباراة كابتن احمد بلال انا مع كابتن اسامة صحيح ياسر قدم مباراة جيدة وفترة كويسة ولكن امام عاشور هو امام عاشور هو رجل مباراة رجل مباراة اليوم فعلا امام عاشور هو رجل مباراة اليوم نشوفك نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل كابتن عادل هو يقدر يقول حاجة غير اللي انا بقوله بعد الفاصل نستقبل ناقدنا الرياضي محمد الديك ارجوكم انتظرونا مرحب بك يا كابتن ايمن طبعا وبكل ضيوفك الكرام وكابتننا الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان وطبعا مبارك يا كابتن ايمن مبارك لكل جماهير النادي الاهلي يعني الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي النهارده على سيراميكا كليوباترا والتاهل للمباراه النهائيه من بطوله كاس السوبر المصري طبعا في نظامها الجديد وزي ما حضرتك شايف طبعا يعني حاليا احنا متواجدين داخل فرع النادي الاهلي بمدينه الشيخ زايد عشان انقل لحضرتك طبعا الاجواء هنا وفرحه اعضاء النادي الاهلي طبعا مبارك لحضرتك مليون مبروك تحب تقول ايه طبعا لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وشايف المباراه النهارده ازاي الحمد لله رب العالمين هو الاداء انا شايفه كمتوسط هو لا يليق بكاس العالم للانديه ولكن ده نتيجه الاجهاد انا شايف ان اللعيبه كانت متعرضه لاجهاد جامد ثلاث ماتشات كان اداء رائع جدا جدا لكن ده انا شايفه انه ماتش يليق بالمستوى المحلي لا يليق بمستوانا الدولي لكن برافو فيوتشر طبعا اسف برافو سيراميكا كليوباترا اداء رائع جدا جدا النهارده الشكر لإمام عاشور مجهود فردي أداء فردي أنا شايف برضو اللعب بشكل عام أو بشكل متوسط الأداء فردي موديست مش موجود دفعنا فيه فلوس كتير قوي احنا يعني ممكن نعمل نقول لموديست عايزين أفضل من كده نقول لمعلول ميرسي على كل اللي حصل قبل كده لكن أنا شايف إن احنا الأهلي أعلى من كده بكتير أداء متوسط بدون ما نزعل حد اداء متوسط شايف حضرتك طبعا اداء ازاي النهارده لاعبي النادي الاهلي وشايف المباراه عامه بشكل عام ازاي واكيد مواجهه نادي فيوتشر في المباراه النهائيه اول حاجه اقول الف مبروك للنادي الاهلي خلينا اقول ان النهارده ثقافه الفوز عند لعيبه النادي الاهلي كانت سبب رئيسي في فوزنا النهارده ثقافه الفوز عند الجهاز الفني ثقافه الفوز عند الاداره ثقافه الفوز عند الجماهير ثقافه الفوز بشكل عام هي كانت سبب الرئيسي الاجهاد كان عامل رئيسي جدا في المستوى اللي شفناه النهارده شيء متوقع جدا المستوى اللي احنا شفناه النهارده اللعيبه كلها رجاله الحلول الفرديه يعني كانت موجوده الذكاء اللي كان فيه امام عاشور النهارده هو المكسب الحقيقي للمباراه ذكاء امام عاشور النهارده في التعامل مع الكرات الفرديه والتعامل حتى وهو واقع في كوره واثنين وثلاثه واربعه كان سبب رئيسي في نجاحنا النهارده ثقافه الفوز كانت موجوده ولولا الثقافه ديت ما كناش فزنا وكنا بعد دقيقه 90 وكلنا قاعدين واثقين ان بعد دقيقه 94 95 الاهلي هيجيب جون وهيخلص المباراه ولن يصل لضربات الجزاء حظ اوفر للفرق كلها اللي موجوده وان شاء الله الكاس معنا شكرا مبارك لحضرتك شكرا مبروك طبعا لحضرتك شايف المباراه النهارده ازاي ويمكن شفنا في المباراه النهارده يعني التعب باين على لعيبه النادي الاهلي من كاس العالم للانديه من السعوديه للامارات ولكن يعني شفنا النهارده المباراه وفوزنا الحمد لله فشايف ازاي اداء لعيبه النادي الاهلي النهارده في المباراه الحقيقه يعني ببارك ليهم وهي المباراه صعبه او بمعنى صح يعني اتصعبت علينا لكن ده شيء طبيعي نتيجه تلاحم المباريات لسه راجعين من كاس العالم للانديه بعد اداء مشرف جدا وفي السعوديه في كاس العالم للانديه وكنا نطمح طبعا ان احنا نوصل للنهائي مع مانشستر سيتي لكن ده نتيجه طبيعيه يعني شيء طبيعي ان انت تلاحم المباراه ده بيبقى صعب جدا وبيسبب اجهاد
لكن كلنا قاعدين واثقين ان النادي الاهلي في اي وقت هيخلص الماتش، سواء بلعبه فرديه سواء وصلنا لضربات الجزاء، كلنا واثقين. وببارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي طبعا. ميرسي لحضرتك. ميرسي، ببارك طبعا لحضرتك. شايف النهارده ازاي اداء لاعبي النادي الاهلي في المباراه، وشايف كمان المواجهه فيوتشر؟ طبعا الكل كان متوقع وصول بيراميدز للنهائي، ولكن المفاجاه طبعا النادي الاهلي هيواجه فيوتشر في مباراه نهائيه. اولا ببارك للفرقه النهارده الصعود للنهائي. الفرقه جايه مجهده، بتلعب 3 ماتشات في بطوله من اقوى البطولات. الكوتش ما لحقش يعمل ريكفري للفرقه، فبس احنا واثقين، احنا قاعدين واثقين ان فرقه النادي الاهلي ان شاء الله هتكسب. ايا كان الوقت الجون هيجي. الحل كان في الحلول الفرديه، والحمد لله، وان شاء الله باذن الله يبقى ماتش فيوتشر ماتش كويس، زي مش فارق معانا يعني بيراميدز فيوتشر، ان شاء الله احنا احسن فرقه في مصر باذن الله، وهناخد الكاس باذن الله. ميرسي جدا حضرتك. ميرسي كده. طبعا يا كابتن ايمن، زي ما حضرتك شايف يعني اراء اعضاء النادي الاهلي طبعا رايهم في المباراه النهارده فنيا، وطبعا توقعاتهم بالتاكيد للمباراه النهائيه امام فيوتشر. والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا يكلم عليك كابتن ايمن، تفضل. شكرا جزيلا الزميلة العزيزة سالة حامد، وبيشرفنا الآن زميل العزيز محمد الديك. مساء الخير يا محمد، ألف مبروك. تحية لحضرتك كابتن ولحضرتك الكباتن الموجودين في الاستوديو، ألف مبروك. فوز مستحق النهاردة. يمكن الصحافة اتكلمت على 3 حاجات: نيران صديقة وهدف قاتل وتألق يوم عاشور. نبدأ كابتن من الصحافة الإماراتية. صحيفة البيان بتتكلم إن النادي الأهلي النهاردة كان الأكثر استحواذا على المباراة والاكثر تالقا في المباراه، وتكتيك دفاعي مميز من سيراميكا، الى ان خبرات النادي الاهلي نجحت في خطف الفوز في الوقت القاتل. بلفظ اللفظ كده بيتكلموا في الدقيقه المفضله للنادي الاهلي بلس 90، ودي من الحاجات برضو اللي اتكلم عليها موقع الاتحاد الاماراتي. صحيفه الاتحاد الاماراتيه قالت النهارده النادي الاهلي خطف الفوز في الوقت القاتل بهدف من نيران الصديقه بفضل تالق او استمراريه امام عاشور وحفاظه على تألقه طوال المباراة، وقال ان هو كلل مجهوده في التسعين دقيقة بالهدف يعني اللي جابه واللي اتحسب لمدافع سيراميكا في النهاية. يعني موقع العين الإماراتية برضو بيتكلم على هدف بلس 90، وقال ان دي الدقيقة المفضلة. ومن الحاجات المفارقات العجيبة ان النادي الأهلي سجل 3 أهداف في مرمى سيراميكا بعد الدقيقة 90. ننتقل الكابتن بعد كده إلى الصحافة المصرية. الصحافة المصرية بتكلم ان نسر النادي الاهلي يحلق في سماء اسيا، استمرارا طبعا لتألق النادي الاهلي في قارة اسيا بعد السعودية والحصول على الميدالية البرونزية. بيستكمل النهارده مشواره، وان شاء الله يوم الخميس ليحتفل باللقب جديد ان شاء الله في الامارات. برضه بيتكلم على فكرة النادي الاهلي النهارده هدف لإمام عاشور، اللاعب اللي كان مميز النهارده في خط وسط النادي الاهلي، واللي انتقل شوية ناحية الجناح بعد التغييرات اللي عملها مستر كولر في المباراة. برضو بنتكلم على فكرة الضربة القاضية. بعض الزملاء الصحفيين بيتكلموا ان النهاردة النادي الاهلي خطف الفوز بضربة قاضية على غرار هدف محمد مجدي قفشة في مباراة الزمالك في نهائي القرن. برضو من الحاجات اللي الناس بتكلم فيها كابتن الارقام اللي حصلت النهاردة في المباراة. النهاردة النادي الاهلي حقق الفوز 55 مع مستر مارسيل كولر. من الحاجات والمفارقات العجيبه رقم 3، النهارده مصطفى شوبير بيشارك المباراه الثالثه قدام سيراميكا، 3 مباريات قدام سيراميكا والثلاث مباريات كلهم انتصارات. النهارده مارسيل كولر يحقق الفوز الثالث على ايمن الرمادي. برضو من الحاجات الثانيه ان المره الثالثه على التوالي النادي الاهلي يسجل في الدقيقه 90 بعد الدقيقه 90 في مباراه السوبر، كان قدام الزمالك وقدام بيراميدز والنهارده قدام سيراميكا. برضو من الحاجات المميزه ان النادي الاهلي النهارده يحقق انتصاره السادس على سيراميكا في جميع المباريات، الاهلي يسجل هدف رقم 16 في سيراميكا. من الحاجات برضو المميزه ان المباراه الثالثه على التوالي مارسيل كولر يحقق الفوز في مباراه كاس السوبر، الزمالك ثم بيراميدز ثم سيراميكا، والثلاث مباريات الحمد لله كان اداء النادي الاهلي مميز وخرج بشباك نظيفه. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه قدام مودرن فيوتشر. وبرضه من الحاجات الثالثه المميزه رقم 3 برضه ان النهارده الاهلي لاعب المنافس الثالث، ويوم الخميس ان شاء الله هينافس اللاعب المنافس الرابع في مسابقه كاس السوبر ان شاء الله باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا ديكو، الف مبروك. العفو يا كابتن، توفيق ان شاء الله. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي
لبطولة كأس السوبر المصري والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 1-0 وتأهله للدور النهائي عن جدارة واستحقاق. ألف مبروك النادي الأهلي وجماهيره العظيمة، وبالتوفيق المباراة القادمة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار يشرفون النهاردة، كابتن شيف عبد النعم، شكرا كابتن، ألف شكر. شكرا كابتن أيمن، ومبروك وعبال يوم الخميس بإذن الله، مبارك لبعض بإذن الله. بإذن الله. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا يا كابتن، مبارك في النهاية إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله. كابتن سامي عربي شكرا كابتن، شكرا أيمن وبالتوفيق إن شاء الله يوم الخميس. كابتن أحمد بلال ألف شكرا كابتن، من خليك كابتن أيمن، ومبروك للنادي الأهلي وعبال الخميس إن شاء الله يا رب إن شاء الله. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى. واستوديو تحليلي آخر لكم مني، أطيب المنى ورقة حياتي.